أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة بإذن الله عندنا المحاضرة رقم 6 في الفاسكولار، وهي خاصة بالميكانيزمز أوف سيركولاتري كنترول، وهي واحد من أهم المحاضرات. ولكن قبل أن نبتدئ، فأنا أحب أن احنا كعادتنا نعمل امتحان على المحاضرة السابقة، وهي الخاصة بالكافيلرز. وهو امتحان سهل، لكن عشان برضو نفري فساعات بنخلي انك تختار choose only the incorrect answer، عشان يبقى كأن السؤال بثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول لك choose the incorrect answer. ففي السؤال الأول بيقول لنا إن regarding the capillary blood flow، هنختار الخطأ. The flow is very slow، دي إجابة صحيحة. It's continuous flow، دي إجابة خاطئة. يبقى الإجابة الخاطئة اللي هتختارها اللي هي B، إن هو continuous flow. إنما it shows the phenomenon of vasomotion صح. إن الـ velocity 1 over 1000 velocity of blood aorta صح. يبقى عليه الإجابة في واحد هتبقى B. طيب liver capillaries، regarding liver capillaries، هل عندهم white pores؟ صح. هل الـ less plasma protein than in interstitial fluid؟ ده عمره ما يحصل. هي طبعا في الليفر تركيز البلازما بروتين في الانترستيشال فلويد عالي جدا، وده يثبت انها عندها الهاي سبرميابيلتي، لكن مش اعلى من البلازما بروتين. البلازما بروتين بتبقى 7 جرام بيرسنت، انما بره بتبقى 3-4 جرام بيرسنت، فدي برضو هتبقى الاجابه الخطا. هاف انتربتد بيزمنت ممبرين صح. هاف ذا هاي كابيلر بيرميابيلتي صح. يبقى 1 و2 الاجابه بي. Regarding capillary fragility test، the cuff pressure is above systolic، دي الإجابة الخاطئة. هو ما بين السيستوليك والدياستوليك. بيبقى positive في نقص فيتامين سي اللي هي سكيرفي صح. بيبقى positive في non thrombocytopenic purpura اللي هي سببها زيادة capillary fragility صح. وبعدين إنه during which the test capillaries are closed، بنبقى الكابيلاريز اللي بنختبرها مقفولة صح طبعا. ويبقى عليه الإجابة الخطأ هي A في السؤال التالي. السؤال الرابع interpret response، the red line is caused by vasodilatation of capillaries صح. The spreading flare is caused by histamine، لا ده is caused by antidromic impulse مش بالهستامين. The spreading flare is caused by vasodilatation of arterioles صح. It occurs with insect bite صح. يبقى عليه الإجابة الخطأ هنا، إن the spreading flare مش سببها chemical histamine، إنما سببها antidromic impulses arterioles antidromic impulses، فدي تبقى الإجابة الخطأ. السؤال الأخير edema may be caused by زيادة capillary permeability صح، زيادة capillary pressure صح، increased plasma protein concentration غلط، لازم plasma protein concentration تقل، lymphatic obstruction صح. وعليه السؤال الأول والثاني الإجابة الخطأ وهي المطلوبة هتبقى B، الثالث الإجابة الخطأ وهي المطلوبة هتبقى A، الرابع هتبقى B for baby، الخامس هتبقى C for cat. يبقى A B for baby، 2 B for baby، 3 A for alpha، 4 هتبقى B for baby، و5 C for cat. طيب نتوقع لو نستأنف circulatory mechanism of circulatory control، the basic mechanism of circulatory control. احنا عندنا ال basic mechanism of circulatory controls بيبقوا ثلاثة أولاد أساسيين. يعني عندنا في autoregulation، وفي substances secreted by the endothelium، وفي ثالث حاجة عندنا اللي هي السيستميك ريجوليشن. والسيستميك ريجوليشن ده ممكن يعني عادي هيبقى يا إما هرمونال يا إما نيرفس. كل جزء من الأجزاء دي سؤال مستقل بذاته، يعني نعرفه كسؤال مستقل.
فهنبتدي اول حاجه بال بيزك ميكانيزم اوف سيركيولاتوري كنترول. نعدلها بس شويه، استاذنكم ثانيه واحده برضه، عاوز احسن الاضاءه شويه. ألطف شوية. يبقى عنوان محاضرة اليوم Basic Mechanism of Circulatory Control. أول حاجة إيه الإيم بتاع الـ Basic Mechanism of Circulatory Control؟ زي ليه إحنا عاوزين نظبط Circulation؟ We have four aims، عندنا أربع أهداف. الهدف الأول to maintain normal arterial blood pressure، إن إحنا نحافظ على الضغط الشرياني، لا يزيد يبقى hypertension ولا يقل يحصل شوك. تاني حاجة to maintain maintains the blood flow to vital organs، لل vital organs اللي هي الأعضاء الحيوية. طبعا انت هتسألني مين هم ال vital organs؟ هم ال heart وال brain. احنا بنحافظ على الضغط لصالح ال vital organs اللي هم ال heart وال brain، لان اذا توقف القلب فهذا موت اكلينيكي، فهذا موت حقيقي. اذا توقف ال brain فهذا موت اكلينيكي، وعشان كده بنعتبر الهارت والبرين هما الفيتال اورجانز. فاحنا بنحافظ على الضغط عشان نحافظ على البلاد فلو، نمره 2 للفيتال اورجانز اللي هما الهارت والبرين. وقلنا ليه فيتال؟ لان لو توقفها توقفت الحياه. الهارت توقف موت حقيقي، البرين توقف موت اكلينيكي. ثالث هدف من الاهداف الاربعه تو انكريز البلاد فلو تو اكتيف اورجانز. For example، في أثناء الإكسرسايز لازم نزود blood flow للسكيتال muscles. في أثناء الديجيشن لازم نزود blood flow للجاسترو-انستاينال تراكت. رابع وآخر هدف إن إحنا نزود أو ننقص الهيت لوس by redistribution of blood، بإعادة توزيع البلد. ده الهدف الرابع والأخير. ما حدش هيسألك في الأهداف بس تبقى عارفها، يعني إيه الإيم بتاع ال Basic Mechanism of Circulatory Control. طب ازاي احنا بنأتشيف بنعمل الحكاية دي الميكانيزمز؟ هذا يتأتى بثلاث طرق. بنغير الكاردياك اوتبوت، ده نمبر 1 change in cardiac output. تاني حاجة بنغير الـ volume of blood incapacitance blood vessels اللي هما الـ veins. يعني اجيب يعني an example، في الاكسرسايز الفينز بتكونستريكت ليتل بيت، الفينز بيحصل لها فينو كونستريكشن ودي مخزن الدم. فالدم يبقى انت طلعت الدم من مخزن اللي هو الفينز عشان توديه للسيل اكتيف اورجانز. انما يبقى من اهم الطرق بان احنا نتحكم في الدايمتر اوف ريزيستنت فيسلز اللي هما الارتريولز. هتفتح الارتريولز يبقى البلاد فلو للاورجان ده هيزيد، هتقفل الارتريولز البلاد فلو للاورجان ده هيقل. هتكونستريكت كل الارتريولز كل، يبقى انت دلوقتي زودت كل التوتال بريفير ريزيستنس، يبقى انت زودت الارتريال بلاد بريشر. يبقى وي هاف 3 ميكانيزمز، بالتحكم في الكاردياك اوتبوت او بحجم الدم في الكاباسيتانس فيسل الفين او بالدايمتر بتاع ريزيستنس فيسل اللي هم الارتريولز. طيب عندنا ثلاث عناوين زي ما اتفقنا سلفا، وكل عنوان بذاته يصلح سؤال نظري. يعني في اوتو ريجوليشن ده سؤال، او سبستنس سيكريتد باي اندوثيليوم ده سؤال ثاني مستقل، او سيستميك ريجوليشن ويذر هيومورال يعني حاجات ماشيه في الدم، مواد ماشيه في الدم بتعمل فازو كونستريكشن او فازو دايلتيشن، او نيرفس ريجوليشن اعصاب بتعمل فازو كونستريكشن واعصاب بتعمل فازو دايليتيشن. عاوزك بقى تهتم بالثلاث عناوين الاخرانيين، ان البيزك ميكانيزم اوف سيركيولاتوري كنترول بيتم باحدى ثلاث طرق، اوتو ريجوليشن او بمواد بتطلع من الاندوثيليوم، او بسيستميك ريجوليشن وده بينقسم الى قسمين، عن طريق مواد ماشية في الدم هيمورال يعني حاجات في السائل، هي طبعا سائل الدم وسوائل التيشو فلويد ده معنى كلمة هيمورال اتفقنا عليها في البلاد، تعمل فازو كونستريكشن ومواد أخرى تعمل فازو دايلتيشن،
او نيرفس اعصاب تعمل كونستكشن واعصاب تعمل دايلتيشن. انا عاوز امشي كتير يا اولاد، فاللي عاوز يبقى يراجع يراجع تاني. دي مقدمه ما حبيتش اضيع فيها وقت طويل. ابتدي بقى البدايه الحقيقيه لمحاضرتنا لهذا اليوم. اوتوريجيشن ده سؤال نظري مهم جدا، يعني انترنسيك ميكانيزم. ايه الفكره بتاعت اوتوريجيشن؟ ان احنا لو حصل تغير في البرفيوزنج بريشر، لو حصل مودريت تشينج في البرفيوزنج بريشر، ازاي برغم تغير الضغط هنحافظ على الفلو باننا نعمل تغير، افتح ودانك، مماثل في الفاسكولار ريزيستنس. يبقى هكومبنسيت للمودريت تشينجز في البرفيوزنج بريشر بتغير مماثل في الفاسكولار ريزيستنس. طالب قال لي انا مش فاهم، فهمني. قلت له تعال، المعادله بسيطه جدا. فاكر ابسط معادله شرحنا بيها السيركيليشن، ان الفلو دايركتلي بروبورشنال تو بريشر اوفر ريزيستنس. يعني كل ما زاد البريشر يزيد الفلو، انما كل ما زاد الريزيستنس يقل الفلو. فيبقى دي معادله سهله جدا، الفلو دايركتلي بروبورشن تو بريشر اوفر ريزيستنس. طيب ففكره الاوتو ريجيليشن سهله جدا، ان لو البرفيوزنج بريشر زاد عشان احافظ على الفلو كونستانت، يبقى اعمل تغير مماثل في ريزيستنس، ازود ريزيستنس. والعكس بالعكس، لو قل البرفيوزنج بريشر الضغط اقلل ريزيستنس. فادام الاثنين زادوا او الاثنين قلوا، يبقى القيمه اللي هي الفلو هتقعد ثابته. يبقى فهمت ايه فكره الاوتو ريجيليشن؟ ان تغير متوسط للاوائل ما يقلوش تشينجز، لان طبعا لو تغيرات قصوى في البرفيوزنج بريشر ما اقدرش اعوضها اكومبنسيت. يبقى فكره الاوتو ريجيليشن ان لو في تغير متوسط مودريت تشينج في البرفيوزنج بريشر، اقدر اكومبنسيت فور ات باي تشينجينج ذا فاسكولار ريزيستنس، فالفلو يقعد ثابت. طب الحكايه دي ويل ديفلوبت فين؟ يعني مين اكتر اورجانز لو اتغير عندهم الضغط الفلو يقعد ثابت؟ الكيدني، ثم الكيدني، ثم الكيدني، ثم البرين، وبهذا الترتيب. انتوا حافظين طريقتي، الكيدني اهم حاجه، وافهم ليه. لان الكيدني دي لازم يجي لها فلو معين من الدم عشان تنظفه لصالح الجسم. فالاوتوريجيليشن ده ويل ديفلوبت في الكيدني، ثم الكيدني، ثم الكيدني، ثم البرين. ويتم باحدى طريقتين، يا مايجينيك اوتوريجيليشن، وهذا يحدث مع الهايبرفيوجن بريشر، يمنتين كونستنت فلو مع الهايبرفيوجن بريشر، او ميتابوليك وهذا يحدث مع اللو برفيوجن بريشر. يبقى شيء رائع، يبقى ربنا عمل اوتوريجيليشن. الاوتوريجيليشن ينقسم الى نوعين، واحد يشتغل لما الضغط يزيد المايجينيك، واحد يشتغل لما الضغط يقل الميتابوليك. وهيا بنا نشاهد كيف تحدث عمليه دي. احنا عاوزين ننجز كميه اكتر يا اولاد، فبقى انت راجع الفيديو لو حبيت يعني تعرف اكتر. ابتدي كلام بسيط خالص خالص خالص، مايجينيك اوتوريجيليشن يحدث كما اتفقنا، يحافظ على constant flow with increased arterial blood pressure. يبقى هيحافظ على الفلو مع زيادة الضغط. وتعالى الميكانيزم سهل وعاوز طفل عشان يفهمه. لنفرض ان الarterial blood pressure زاد، يبقى عليه perfusing pressure زاد، فمفروض حسب المعادلة الفلو proportional to the pressure over resistance، زيادة الضغط هيزود البريشر هيزود البلاد فلو. حطها دي بقى في الباك اوف يور مايند، وهي حاجة بسيطة خالص، 100% زيادة الضغط يزود الفلو من غير حتى معادلة، الضغط زايد يبقى الفلو يزيد. أحب أشرح الكيدني لأنها هي الأهم يا أولاد. في حالة الرينال فيسلز، من دون الفيسلز، لما الأرتيريال بلاد بريشر بيزيد، بيزيد التنشن على الوول اوف بلاد فيسلز، يعني الفيسل تتشد من جراء زياده الضغط. فلما يزيد التنشن الفيسلز دي
السموث ماسلز بتاعت الرينال فيسلز من دون الماسل اللي في كل الفيسل لما التنشن يزيد لما تتشد ترياكت بانها تعمل فازو كونستكشن تعمل فازو كونستكشن ازاي بيقولوا الميكانيزم ربما لما بتتشد فالبورز بتاعت الكالسيوم شانلز توسع فبيحصل مور كالسيوم انتري والكالسيوم الكالسيوم بيعمل كونتراكشن يعني فازو كونستكشن والحكايه دي يا اولاد اوعوا تنسوا مايوجينيك يعني جينيريتد ان ماسلز نوت نيرفوس يعني حتى لو قطعت الاعصاب عشان ده سؤال ام اس كيو اللي رايحه للرينال فيسلز يعني مفيش نيرفز ستيل لو زاد الضغط زاد التنشن جوه الفيسلز هتريسبوند بانها تعمل فازو كونستكشن وهذا الفازو كونستكشن اللي المفروض يعمل ايه ينقص البلاد فلو يبقى زيادة الضغط من جهة حسب المعادلة زيادة الدلتا بي هتزود الفلو قطعها ادي اول معلومة طب وزيادة الضغط في حالة الرينال فيسلز وجه خاص هتزود التنشن فالرينال فيسل سموث ماسل حاجة مايجينيك جنريتد ان ماسلز بتريسبونس ملهاش دعوة بالنيرفز انها تعمل فازو كونستكشن وده ينقص الفلو يبقى حاجة تزود وحاجة تنقص يبقى ايه رأيك انت بقى يبقى البلاد فلو يقعد كونستنت شيء رائع يبقى ده فكره الميتابوليك اوتو ريجوليشن للاسف المايوجينيك اوتو ريجوليشن ان زياده الضغط هتزود الفلو ادي معلومه اولى زياده الضغط هتزود التنشن على الفيسل بعض الفيسلز واهمهم الفيسل بتاعت الكدني بتريسبوند لما التنشن يزيد انها تعمل كونستريكشن حاجه جينيريتد ان ماسل مايوجينيك نوت نيوروجينيك تقلل الفلو حاجه تزود وحاجه تنقص يبقى الفلو يقعد ثابت نيجي الميتابوليك اوتو ريجوليشن هنا بقى دي بتحافظ على كونستانت بلاد فلو فين اهم كلمه وانا بعملها لكم في مربعات جميله وباللون الاصفر عشان تقعد فاكرها الميتابوليك دي تشتغل لما يحصل ديكريس في الارتيريال بلاد بريشر تعال نشوف قال لك لو البرفيوزنج بريشر قل يبقى كميه الدم اللي داخله الاورجان هتقل اوعى تنسى ان الدم ده بيواش بيغسل ميتابولايتس فلما البرفيوزنج بريشر يقل يبقى مفيش دم كفايه داخل اورجان اللي هو عاوز دم اكتر هنشوف هيحصل ازاي نقص البرفيوزنج بريشر يبقى مفيش دم كتير داخل اورجان هيؤدي الى اكيوميليشن اوف ميتابولايتس شوف الرائع ان معظم الميتابولايتس دي بتعمل فازو دايليتيشن فلما تعمل فازو دايليتيشن they bring more blood to the active organ يعني تاني لما يقل الضغط مفروض يبقى الدم اللي رايح للأورجان قليل ما ينفعش الأورجان عاوز دم كتير هي بتظبط روحها نقص الضغط يخلي الميتابولايتس مفيش دم كفاية يدخل في الأورجان فالميتابولايتس تتجمع فالميتابولايتس تعمل دايليتيشن يجيب more blood ازاي؟ هنا الميكانيزم بانه بيريلاكس كنا قلناها في محاضره الكابيلاري الارتريولز والبري كابيلاري سفينكتر فده يؤدي الى زياده البلاد فلو يبقى السؤال بقى مين هم الفازو اكتيف ميتابولايتس في سته مشهورين جدا وانا بقولها لكم بطريقه تحفظ جميله خالص اي اكتيف اورجان يا اولاد لما يبقى اكتيف بيزيد فيه فكر معايا بيزيد فيه ثلاث حاجات تخيل اكتيف اورجان قلنا كل الميتابولايتس تبقى أسيدك فيزيد الهيدروجين كونسنتريشن أهم ميتابولايت بيطلع السي او 2 فالسي او 2 هيزيد الواحد لما بيتحرك بيسخن والتمبريتشر دي كلنا عارفينها بتعمل فازو دايليتيشن أنت في الحر الحر لما الحرارة تزيد بتلاقي وشك لونه أحمر بيحصل فازو دايليتيشن يبقى الأكتيفيتي طلعت ثلاث حاجات زودت الهيدروجين زودت السي او 2 زودت التمبريتشر ودول بيعملوا فازو دايليتيشن يبقى دي ثلاثه حاجات عامه طيب في حاجات حالات خاصه في حاله السكيليتال ماسل من اهم الميتابولايتس اللي بيعمل دايليتيشن للفيسل بتاعها هو البوتاسيوم وهنا بخاف تنسوا الطلبه بيقولوا احنا بننسى المعلومات بس بنفتكر الحكايات اللي انت بتحكيها فمالي طول عمري بقول اللي هو لما لا يعني مجموعه من اللاعبين المدرب بيقول لهم عاوزين اداء رجولي في الملعب في الاداء يعني ايه اداء رجولي يعني تلاحم يعني اللاعبين يتلاحموا على الكره كويس قوي ما يخافوش هذا التلاحم
لما اجساد اللاعبين تصطك ببعضها البعض، عاوزك تتخيل لاعبين داخلين وخبطوا ببعض، فده بيعمل انجريس خفيفه جدا في المسل سيلز. مش هيحصل تهتك عضلي، لا، المسل سيلز رقيقه جدا، بعضها بسبب هذا التلاحم الرجولي تتهتك. سيل مش المسل سيلز. مين اهم ميتابولايتس جواها؟ البوتاسيوم، فيطلع بوتاسيوم، فالبوتاسيوم يعمل فازو دايليتيشن للسكليتال ماسلز. يبقى شيء رائع، يبقى فعلا الله يجازي من احسن عملا، حتى في اللعب. لو العب كويس وما خافش من التحام واعمل اداء رجولي وتتلاحم اجساد اللاعبين وتصطك ببعضها البعض، بعض الخلايا تتقطع، يطلع منها بوتاسيوم، يعمل فازو دايليتيشن للسكليتال ماسل، وهو المطلوب في فتره الاكسرسايز. كده مش هتنسوا مين اهم ميتابولايتس بيدايليت السكليتال ماسل؟ البوتاسيوم. طب نيجي في حاله الكاردياك ماسل، مصدر الطاقه هو الاي تي بي. لما يخلص الاي تي بي يبقى الكاردياك ماسل كان نوت ويستاند انها تشتغل بدون انرجي، لان دي عضله لا تتوقف. لما يتكسر الاي تي بي بيدي ماده اسمها ادينوزين، لانه جاي من تكسير الادينوزين ترايفوسفيت، فربنا خلى هذا الادينوزين من اهم الحاجات اللي تعمل كوروناري فازو دايليتيشن. يبقى ده في حاله الكاردياك. طب في حاله الالرجي والانفلاميشن بيبقى لون احمر. مين اللي بيعمل الزياده في البلاد فلو دي اللي خلت اللون احمر؟ كلنا عارفين الهستامين. بدليل يا اولاد ان احنا لما بيبقى في الرجي بناخد انتي هستامين. ولا تنسى واحد سابع بس ما نقدرش نديله رقم، اللي هو نقص البريشر اوف اوكسجين. يعني نقص البريشر اوف اوكسجين ده اللي هو الهايبوكسيا، من اهم الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن، وعاوزك تفهمها معايا. اي اورجان يبقى اكتف بيستهلك اوكسجين، صح؟ فالبريشر اوف اوكسجين في الدم بيقل. شوف من رائع الخلق والخالق ان لما الاورجان يبقى اكتف ويستهلك الاوكسجين، فالبريشر اوكسجين يقل في الدم. ان الفيسلز عشان تكون ستريكت لازم المصل بتاعتها تكونتراكت. يعني ايه الفيسل تكون ستريكت؟ يعني تكونتراكت. طب عايز الكونتراكشن، عاوز اوكسجين. فلما ينقص الاوكسجين جوه البلاد والفيسلز، المصل ساعتها ما تلاقيش تروح اوكسجين عشان تكون ستريكت وتكونتراكت، فاوتوماتيكالي يحصل لها دايليتيشن، ما مش لاقي اوكسجين، فالدم يروح للاكتيف اورجان. يبقى كان الاكتيف اورجان والفيسل بيتصارع على الاوكسجين. لما الاورجان يبقى اكتيف يستهلك الاوكسجين، فالفيسل بتاع هذا الاورجان، الفيسل بتاع هذا الاوكسجين ما يلاقيش اوكسجين تكون ستيك، فغصب عنه دايليت، اند ذس برينجز مور اوكسجين. شيء رائع على فكره، ده اهم حاجه. بس ليه ما ادينهوش نمره؟ لان هنا الاوكسجين ده مش ميتابولايتس طلع، ده اساسا موجود وتم استهلاكه، ناقصه عمل دايليتيشن، بس لازم يتكتب. يبقى الميتابوليك ثيري بتشتغل لما الضغط يقل، الميتابولايتس تتجمع، ربنا خلى كل الميتابولايتس تعمل دايليتيشن. وبعدين تذكر بقى معايا، في 3 ميتابولايتس جنرال و3 ميتابولايتس سبيشال. مين الجنرال؟ يلا نقولهم تاني في عجاله. زياده الهيدروجين اين، زياده البريشر كربون دايوكسيد، وزياده التمبرتشر. طب ومين الثلاثه اللي هم سبيشال في السكيليتال ماسلز؟ بوتاسيوم. في الكاردياك ماسل الادينوزين، في الالرجي والانفلاميشن الهستامين. طيب نيجي بقى في سؤال مهم جدا هنا بيتسال، اللي هو ايه الفرق بين اكتيف هايبريميا ورياكتيف هايبريميا؟ هايبر ايميا كلمه من شقين يا اولاد، هايبر يعني زياده، وايميا يعني دم. يبقى هايبريميا زياده الدم مع الاكتيفيتي، اكتيف هايبر ايميا، الاكتيفيتي ادت لزياده الدم. زيادة التيشو اكتيفيتيز بتزود التيشو ميتابولايتس، بتعمل فازو دايليتيشن ديورينج ذا اكتيفيتي. امال ايه الرياكتيف هايبريميا يا اولاد؟ خد بالك بقى، انا حتى بساعدك بالالوان وبالخطوط، بنذاكر مع بعض. الرياكتيف حتى يحيي الاسم، ري يعني بعد، رياكتيف نوت اكتيف، رياكتيف هايبريميا، ان التيشو اكتيفيتي كان معاها اوبستراكشن، يعني حصل تيشو اكتيفيتي وفي نفس الوقت الفيسل بقت اوبستراكتد، برضه هيتجمع الميتابولايتس، يبقى التيشو ميتابولايتس هتزيد، بس بسبب ان الفيسلز اوبستراكتد
يبقى زيادة الفلو مش هتحدث during activity، إنما هتحدث after the activity and the obstruction is over. يعني إيه الفرق بين الactive والreactive hyperemia؟ هنا activity بس، هنا activity معها obstruction. هنا الدايليتيشن حصل أثناء الاكتيفيتي، هنا الدايليتيشن افتكر ري 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 بعد، حصل after the obstruction is over. وعندي مثال جميل خالص كده أولاد، عاوزكم تبصوا ليا بس تابع كويس قوي. بص، نفرض أنا إيدي كده انقبضت جدا، أي في حالة انقباض رهيب أهو ده، يبقى في اكتيفيتي في إيدي، المسلز كونتراكتد، وفي نفس الوقت المسل الكونتراكتد دي الفيسل جواها obstructed، لان انا المسل 10 الفيسلز. خلاص، بعد ما اخلص الاكتيفيتي والكونستراكشن وافرد ايدي، عاوزك تلاحظ كويس قوي لان هتاخد يعني ثواني عشان تلاحظها. هتلاحظ الاول لون ايدي اصفر، وبعدين فجاه هيتدفق الدم في ايدي فهتستحيل للون الاحمر. اهي شايف، هو ده الرياكتيف هايبرمين. والحمد لله ان احنا عندنا الرؤيه ملونه. يبقى اي اكتيفيتي معاها اوبستراكشن بيتجمع ميتابولايتس، بس بسبب الاوبستراكشن الدم ما بيزيدش ديورينج، بيزيد افتر، يسموها رياكتيف هايبريميا. ايه قيمه الرياكتيف هايبريميا دي في الحياه؟ ان بسبب ان الانسان بيطعن في العمر، فيسلز كتيره في جسمه بيحصل لها اثيروسكلروزس، وبيحصل لها بارشال اوبستراكشن، انسداد جزئي. طب دلوقتي لما التيشوز دي للفيسل بتاعتها مقفوله نسبيا تعمل اكتيفيتي، محتاجه دم كتير، بس بسبب البارشال اوبستراكشن ما تدفقش اليها الدم اللي هي محتاجاه بالظبط، تدفق شويه بس مش اللي هي عاوزاه، هي عاوزه اكتر. ما تخافش، ما حدش بيضيع حقه. اللي مش هيجي لها اثناء الاكتيفيتي بسبب الرياكتيف هايبريميا هيجي لها بعد الاكتيفيتي. يبقى دي كومبنساتوري ميكانيزمز بتحدث في الانسان مع الـ old age لما يحصل partial obstruction في الفيسل. He can maintain the same amount of activity. واللي ما ياخدوش أثناء بسبب إن في partial obstruction ياخده بعد، فيبقى ده reactive hyperemia. يبقى إيه الفرق بين active و reactive hyperemia؟ الـ active hyperemia activity، إنما الـ reactive hyperemia activity مع obstruction. الـ active hyperemia باخد حق during وأنا شغال بيجيلي، الرياكتيف هايبريميا باخده افتر ذا اكتيفيتي اند اوبستراكشن اوفر. ايه اهميتها؟ في البارشال اوبستراكشن اوف فيسلز. ده كان السؤال الاول يا اولاد، وهو الاوتو ريجيليشن. يبقى هتشرحه في نقطتين، مايجينيك اوتو ريجيليشن، وتحدث مع ال انكريزد ارتيريال بلاد بريشر، وميتابوليك اوتو ريجيليشن، وتحدث مع الديكريز ذا ارتيريال بلاد بريشر، وقائمه على الميتابولايتس، وتقول الميتابولايتس السته، الثلاثه جنرال والثلاثه سبيشال، ولا تنسى الاوائل نقص البريشر اوكشن، ثم تعقب بالايه الفرق بين الاكتيف والرياكتيف هايبريميا. طيب انا عاوز اخد كميات كبيره يا اولاد، فاستاذنكم ندخل في الموضوع اللي بعده. سبستانسز سيكريتد باي اندوثيليوم. من 100 سنة تقريبا أو أكثر قليلا كان الناس فاكرين الاندوثيليوم دي اللي هي مونولير، خلية طبقة واحدة من الخلايا بتبطل الأوعية الدموية، إن دي عبارة عن بطانة للأوعية الدموية. يعني اندوثيليوم، اندو يعني جوه، ثيليوم خلايا داخلية، طلاء داخلي بتبطل الأوعية الدموية. لكن ثبت سبحان الله في خلقه وفي روعة الخلق ان هذه الخلايا اولاد لها very important endocrinal function، لانها تخيل الاندوثيليال سيلز بتشتغل كغدد صماء، بتطلق افتح ودنك لحد دلوقتي، اربع مواد من شانها انها تعمل dilatation او constriction. خلاص، اربع مواد. حتى مصادفة جميلة، اثنين فيهم هيعملوا فازو دايلتيشن في الاربعة، واثنين فيهم هيعملوا فازو كونستريكشن. نبتدي باول مادة اللي هي اسمها نيتريك اوكسايد. خلاص، نيتريك اوكسايد، او اسمها الطويل بتاع زمان كانوا يسموها لحد ما عرفوا طبيعتها انها نيتريك اوكسايد، كانوا يسموها اندوثيليوم درايفد ريلاكسينج فاكتور. اهي
endothelium drive relaxing factor. وعلمتكم لو عاوز تفهم حاجة كلمة طويلة في الانجليش هما بيفكروا من الشمال اليمين، احنا اهل اليمين بنكتب من اليمين، اقراها بالعكس. يبقى فاكتور ريليز يعني بيطلع، ريلاكسينج اسيد بيعمل ريلاكسيشن، درايفد يعني مشتق بالاندوثيليوم، يبقى اندوثيليوم درايفد ريلاكسينج فاكتور. يبقى فاكتور ريلاكسينج يبقى بيعمل دايلتيشن فازو دايلتيشن درايفد فروم اندوثيليوم اللي هو النيتريك اوكسايد. خد بالك بقى ده لوحده سؤال تحريري مهم جدا اللي هو السبستنس سيكريتد باي اندوثيليوم. هنتكلم على النيتريك اوكسايد في النقاط الاربعه الاتيه يا اولاد. فورميشن تعمل منين؟ لطالب ذكي حتى لو مش مذاكر بس ذكي بيتصرف، يبقى نيتريك اوكسايد. يبقى ده فيه نيتروجين، مفيش يا اولاد حاجه فيها نيتروجين غير الامينو اسيدز. يبقى لو انا طالب ذكي ومش مذاكر اقول بيتعمل من امينو اسيدز، مذاكر اكتر احدده ال ارجينين امينو اسيدز بمساعده انزيم لا ينسى اسمه نيتروك اوكسايد سينثيتيز، الانزيم المخلق للنيتروك اوكسايد. حتى لو كنا احنا لغتنا الاصليه هي الانجليزيه كان يبدو ان الكلام عبيط. من هو الانزيم المصنع للنيتروك اوكسايد؟ هو الانزيم المصنع للنيتروك اوكسايد. هي عشان بقت ان انجلش بقى كلام بحقه ايه، نيتروك اوكسايد سينثيتيز ايز يعني انزيم بيعمل سينثيسيس تخليق للنيتروك اوكسايد. يبقى اول نقطه بيتعمل من امينو اسيد على وجه التحديد لو انا مذاكر، يبقى ال ارجينين وهو النيتروك اوكسايد سينثيتيز. طب ايه الاستيمولاي؟ صدق ولا تصدق، كنا زمان فاكرين الاستايلكولين قلناه مع الاوتونوميك في الباراسمباثيتك بيعمل فازو دايلتيشن، مش دايركتلي، عن طريق انه يستثير الاندوثيليوم انها تطلع نيتريك اوكسايد. وكذا هناخد بعد شويه البراديكينين باذن الله بيعمل فازو دايلتيشن عن طريق النيتريك اوكسايد. ونمره ثلاثه والاخيره في الاستيمولاي الشير ستريس، وكنت شرحتها لكم في المحاضره الاولى في الفاسكور. شير ستريس يعني الاحتكاك بالوعاء الدموي، يعني الدم لما يحك جامد في الفيسل فالشير ستريس ده يستثير الاندوثيليوم انها تطلع نيتريك اوكسايد يدايليت الفيسلز. شوف الروعه في الخلق، يعني يا ربي الاشياء بتصلح روحها لما يبقى الفيسل ضيق شويه والدم بيحك في الوعاء جامد، هذا الشير ستريس يطلع نيتريك اوكسايد يوسع الوعاء عشان الاحتكاك يقل. يبقى ثلاث حاجات بتطلع نيتريك اوكسايد، استايلكولين براديكينين وشير ستريس، مع شقت مثل عشق النظام. النقطه الثالثه الميكانيزم، ازاي النيتريك اوكسايد ده بيعمل دايليتيشن؟ بيشتغل بباراكراينال اكشن، يعني النيتريك اوكسايد اللي طالع من الاندوثيليوم ياثر على السموث ماسل بتاعت الفيسل اهو، الفاسكولار سموث ماسل سيلز، يطلع منها ماده اسمها سايكليك جوانيزين مونوفوسفيت، مش ادينوزين، جوانيزين مونوفوسفيت. يبقى ازاي بيعمل دايلتيشن؟ بطريقه باراكراينال، يعني قلنا لما حاجه تتدفق في الدم تبقى اندوكراينال، لما حاجه تبقى بجوار يسموها باراكراينال. فالنيتريك اوكسايد ياثر على الفاسكولار سموث ماسل سيلز خلاص عن طريق السايكليك جي ام بي. طب ايه الامبورتنس على الماده دي؟ النقطه الرابعه الاخيره ريجوليشن، ان الماده دي هي التي تنظم الكوروناري والسيريبرال والبلمونري سيركليشن. نمره واحد كوروناري الشرايين التاجيه والسيريبرال بتاعت المخ والبلمونري الرئويه. ثالث حاجه بتعمل فازو دايليتيشن في البينايل ارتريولز، في الارتريولز بتاعت البينس اللي هو العضو الذكري، فيتدفق دم كتير فيعمل إيركشن انصاب. بخاف دي تنسوها يا ولاد، وزي ما بقول الطلبه بتقول لي نحن نتذكر الحكايات ولا نتذكر معلومات. زمان الناس اللي كان عندهم عنا يعني عدم مقدره على الانصاب كان ده بريك ثرو، اول ما عرفوا ان النيتريك اوكسايد هو اللي بيوسع شرايين البينز فيتدفق دم اكتر البينز فينتصب، كان اللي عنده ضعف في الانتصاب قبل ما يقوم بالعمليه الجنسيه يروح مدي نفسه حقنه صغيره من النيتريك اوكسايد، يعني تصور يحقن البينز بنيتريك اوكسايد يعني عشان خاطر يحصل له اريكشن
ويبقى يعني وضعه في اثناء العلاقات الحميميه احسن شويه من انه يبقى ما عندوش انتصاب. فافتكر نيتر اوكسايد كان زمان قبل بقى الادويه الجديده الفياجرا والحاجات دي وحاجات احدث كثير من الفياجرا، كانوا بيستخدموا النيتر اوكسايد لانه عرفوا ان ده اللي بيعمل اريكشن في البينس. ثالث اكشن لذيذ قوي قوي، عايزك تتخيلوا معايا، تصور ان حضرتك وحضرتك والعبد لا طول ما احنا قاعدين كده الاندوثيليوم بتاعت كل الفيسل عماله تنفث نيتر اوكسايد. تطلع نيتر اوكسايد كونتينوس ريس اوف نيتر اوكسايد، يبقي الفيسل بتاعتنا اليت البيت دايليتد، فيبقي النورمال ارتيريال بلاد بريشر، بريشر في الضغط العالي. ولقوا حاجه جميله جدا، ان في انواع نادره من الهايبرتنشن الاندوثيليوم ما بتعرفش تطلع نيتر اوكسايد، فالفيسل ما بتعملش دايليتيشن، فده احد اسباب الهايبرتنشن. يبقى النيتريك اوكسايد، وقلنا لما تيجي تتكلم عليها تتكلم عليه في أربعة نقاط: الفورميشن، أنا متوقع أن أمينو أسيد إلا أرجينين بالناتريك أوكسايد سينستيز، الاستيميلاي ثلاثة، أسيتايلكولين برادكينين أند شير ستريس. النقطة الثالثة الميكانيزم، باراكراين أكشن عن طريق سايكل جي إم بي، والإمبورتنس النقطة الرابعة ريجوليشن أوف كورونري سيربرال أند بلمونري بلاد فلو، هو اللي بيعمل إريكشن لأنه بيعمل فازو دايلتيشن للبلاين أتريولز، والكونتينيوس ريليس منتين النورمال أرتيريال بلاد بريشر، ومش كده وبس، وبيقلل بليتليت اجريجيشن. واحنا اتعلمنا يا اولاد ان معظم الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن حتى زي البروستاسايكل تقلل بليتليت اجريجيشن، واللي يعملوا فازو كونستريكشن زي الثرومبوكسان اي 2 كانوا هم اللي بيزودوا البليتليت اجريجيشن. وان نقص النيتريك اوكسايد بيحصل في بعض حالات الهايبرتنشن، ده نوت نقطه خمسة الاوائل. طيب نيجي تاني ماده يا اولاد اسمها اندوثيلينز، واختصارها اي تي. انا فاكر زمان سبيلبرج الراجل اللي عمل مجموعه الافلام الرائعه، اول فيلم شهر الراجل المخرج العالمي ده كان اسمه اي تي، عن المخلوق الغريب كده اللي جه من الفضاء، اللي بعضكم حضر هذا الفيلم، والمخلوق ده في ولاد قابلوه حبوه اخفوه عن اهلهم، وفي اخر الفيلم فاكر كويس قوي لما هذا المخلوق الغريب العجيب غادر الكرة الأرضية. أنا فاكر كويس قوي الأطفال تأثروا جدا في الفيلم، وأنا ذهلت وكنت بحضر الفيلم ده في إنجلترا، وكنت فاكر الشعب الإنجليزي ده بارد جدا، إن جموع من الإنجليز الموجودين في صالة العرض بيبكوا على قصة خيالية، مخلوق خيالي. ودي كانت من الأفلام الرائعة اللي دفعت سبيلبرج إلى العالمية. أنا استغل الفيلم ده في شوية استغلالات. مش عايزك تخاف، جوه جسمك في 3 اي تي اندوثيلينز، تخيل في 3 اندوثيلينز جوه جسمك، اي تي 1 اي تي 2 اي تي 3. طب مين اهمهم؟ اي تي 1 ده البرايمري تايب، وده الموست بوتنت فازو كونستريكتور ايجنت ايفر نون، يعني ده اقوى ماده في الجسم بتعمل كونستريكشن. سؤال مسكيو ما تقراش، لما يقول لك مين اقوى ماده بتعمل كونستريكشن اختار اي تي 1، المخلوق الغريب ده الاي تي 1 ده البرايمري تايب، ده اهم نوع في الثلاثه، في 1 2 3 اهمهم 1، ده الموست بيتون بوتن فازو كونستريكتور ايفر نون. اما 2 فموجود في الكيدني والانتست، اما 3 فموجود في البرين. طيب تعال نشوف الريسبتور اللي بيشتغل عليها الاندوثيلين، الاندوثيلين ريسبتورز. انا متخيل ان الطلبه كلها متخيله ان الريسبتور ده عباره عن بقعه كده على جدار الخليه يمسك فيها الماده. لا، احنا قلنا الاي تي ده مخلوق غريب. الريسبتور بتاعه سيربنتاين ريسبتور، عامل زي الحيه كده لافف حوالين الجدار، عارف منظر الحيه الثعبان اللي هو انثى الثعبان ده، معنى كلمه سيربنتاين ريسبتور، يبقى شكله لافف حوالين الجدار، مش بقعه بيمسك فيها. ما احنا قلنا الاي تي مخلوق غريب، اقوى كونستريكتور اللي هو اي تي 1، اقوى ماده بتعمل كونستريكشن، الريسبتور بتاعهم غريب سيربنتاين ريسبتورز. يوجد نوعان من ريسبتور، اي تي اي واي تي بي ريسبتور. الاي بيشتغل عليه الاي تي 1. طب الحفظ لذيذ قوي يا اولاد،
تملي الواحد يقول في الحقيقة إيه؟ الحاجة دي A1 فالريسبتور A بيشتغل على ET1 ويعمل الفازو كونستيكشن. السايت إزاي؟ برضو عن طريق الفاسكولار سموس ماسل سيلز، بس هنا بقى عن طريق ان الماسل دي بيحصل فيها كالسيوم انفلكس، واحنا عارفين الكالسيوم بيعمل كونتراكشن، فما يعمل كونتراكشن في السموث ماسل يحصل كونستريكشن. اما الاي تي بي ريسبتور فده بيشتغل عليه 1 و2 و3. طب في المفاجاه هنا بقى، احنا قلنا اقوى كونستريكتور هو ال1 عن طريق الاي، البي ريسبتور بتعمل بالعكس، اللي بيشتغل عليها ال1 و2 و3 بيعملوا فازو دايليتيشن. خلاص ازاي بيشتغلوا على الاندوثيليوم يخلوها تطلع الماده اللي خدناها قبل كده اللي هي النيتريك اوكسايد اللي بيعمل دايليتيشن. يبقى تاني انا عاوزك تركز على الاي 1 ده اهم حاجه عندنا. مين اهم اي تي في جسمك؟ اي تي 1. ومين اهم ريسبتور ليه؟ الاي اي تي اي. فالاي تي 1 اللي هو الاندوثيلين 1 لما يشتغل على الاي تي ريسبتور نمبر اي هو ده اقوى حاجه بتعمل كونستريكشن، انما البي بيشتغل عليها ال1 وال2 3 يخلوا الاندوثيليوم طلع نيتريك اوكسايد تعمل عكس العكس تماما فازو دايليتيشن. طب نيجي الاكشنز. انا بستغل الاكشن استغلال لطيف، فبقول ان الاي تي ده كان في الفيلم اللي حضرناه كان مخلوق ايجابي، الاي تي 1 ده اوعى تنساه، يعني كل حاجه بوزيتيف، كل حاجه زياده ما بينقص حاجه، فبيعمل فازو كونستريكشن. ده قلنا اقوى واحد بيعمل كونستريكشن للكورونري والبالمونري والرينال فيسلز. وطبعا لما يعمل كونستريكشن للرينال فيسلز ده يقلل الجلوميرال فلتريشن ليه، وفي الام اس كيو خد بالك بيكونستريكت الفينز اكتر من الارتس. يبقى مين اكتر فيسل يعملها كونستريكشن؟ كورونري بالمونري ورينال. طب وفي العموم، في العموم الفينز اكتر من الارتس؟ الفينز. ولا تنسى انه مخلوق ايجابي الاي تي 1، فعلى الهارت بوزيتيف ايجابي انوتروبيك يزود قوه انقباض القلب، اينو قلنا عليها القوه. بوزيتيف كرونوتروبيك يزود الهارت ريت، لان قلنا كرونو يعني زمن، كرونيك ديزيز يعني مرض مزمن، فبوزيتيف كرونيك يعني حاجه متعلقه بالزمن. ايه الحاجه اللي بتتقاس بالساعه؟ الهارت ريت. يبقى بوزيتيف انوتروبيك يزود انقباض القلب، راجع محاضرات الهارت. بوزيتيف كرونوتروبيك يزود الهارت ريت. قلنا مخلوق ايجابي بيزود الريليس بتاع الكاتيكولامينز والرينين والالدوستيرون والايترالناتوتيك بيبتايد، يعني اربع هرمونات اهم بيزود الكاتيكولامينز اللي هم الادرينين والنور ادرينالين، الرينين اللي بيطلع من الكيدني عشان كده يسموه رينين، والالدوستيرون هناخده دلوقتي حالا، والايترالناتوتيك بيبتايدز هناخده. طب ايه الاستيميليتورز بتاعته؟ انجيوتنسين 2، وده ماده مهمه جدا في الكونستريكشن، وفازوبريسين ومن اسمه فازوبريشر يعني كونستريكشن، وكاتيكولامينز يعني حاجه جميله في الطب يعني بيشجعوا بعض. المواد دي الكاتيكولامينز والرينين الانجيوتنسين 2 اسف والفازوبريسين والكاتيكولامينز دول بيعملوا فازوكونستريكشن. ازاي؟ عن طريق ان هم يطلعوا اهم واحد بيعمل كونستريكشن هو الاي تي 1، بينما الهايبوكسيا والشيرينج ستريس والثرومبين برضو من ضمن الاستيمولاي اللي بتطلع الاي تي 1. هايبوكسيا شير ستريس اند ثرومبين، دي من الحاجات اللي مش عارفين نفسرها يا اولاد. يعني ليه شير ستريس تطلع نيتريك اوكسايد اللي بيعمل دايليتيشن وفي نفس الوقت تطلع الاي تي 1 اللي بيعمل كونستريكشن؟ بعض الناس بيقولوا ربما في الحاله دي بيشتغل عن طريق الاي تي بي ريسبتور اللي هتعمل فازو دايليتيشن، مش مهم. طب انهيبيتد بايه بقى؟ بالعكس بالمواد اللي بتعمل دايليتيشن. يبقى هو اللي عاوزين يعملوا دايليتيشن مش عاوزين معاهم الاي تي 1 لان الاي تي بيعمل كونستريكشن. مين المواد اللي بيعملوا دايليتيشن؟ النيتريك اوكسايد لسه واخدينه بيعمل دايليتيشن، والبروستاسايكلين كنا خدناه مع البلاد كان بيعمل فازو دايليتيشن وبيقلل بليتلتس اجريجيشن، والايترال ناتريتيك بيبتايد هناخده بعد شويه بيعمل دايليتيشن. يبقى انا عاوز القاعده يا ولاد، انسى حكايه هايبوكسيا وشير ستريس وثرومبين دي لان نو بادي نوز انهي ريسبتور هو اللي شغال. يبقى القاعده جميله جدا، الحاجات اللي بتعمل كونستريكشن وهي الانجيوتنسين 2 والفازوبريسين والكاتيكولامينز عاوزه تعمل كونستريكشن،
فمصلحتها تقتضي انها تطلع الاي تي 1 اللي بيعمل كونستريكشن. بينما الحاجات اللي بتعمل دايليتيشن اللي هي الناتريك اوكسايد والبروستاسايكلين والايترانيتريك بيبتايد مصلحتها انها ما تطلعش الاي تي 1 فبالتالي بتعمل انهيبيشن. ده خد بالك ممكن يجي لك السؤال على فكره اندوثيلينز بس كشورت كويشن اتكلم عن اندوثيلينز معظم الطلبه ما بيجيبش حاجه خالص. انا فاكر انه في محاضراتي كنت من اوائل الناس اللي اتكلمت على الكلام ده كنت اديت لكتشرز في امريكا ولقيت الناس بيتكلموا على المواد اللي طالعه من الاندوثيليوم. فلما رجعت في جامعه القاهره قررت واستاذنت رئيس القسم في اونيه ان احنا نتكلم على ان الاندوثيليوم دي ما هياش طلاء داخلي ما هياش خليه خامله انما ده فيري اكتف لها فيري امبورتنت اندوكراينال فانكشنز بتطلع اربع مواد اتنين يعملوا دايليتيشن واتنين يعملوا كونستريكشن. وعاوز ازود لك بس ما تقولهاش دي الاوائل ان الاندوثيلين دي بتين اكتيفيت بقى مش تطلع بتوقف عمل السيروتونين اللي خدناه قبل كده والبراديكينين بيبقوا ان اكتيفيتد ان اندوثيليوم. الاوائل ياخدها نوت في الاخر ان هم يطلقوا اربع مواد ويوقفوا عمل ان اكتيفيت مادتين اللي هم السيروتونين والبراديكينين. فده كلام مهم قوي يا ولاد. فتاني الاندوثيلينز لاهميتها اعذروني اعادها تاني اوعى تفتكر تنسى ان الاي تي قلنا اللي هو المخلوق الغريب ده. فاول نقطه انه كم نوع 1 و 2 و 3 مين اهم نوع الاي تي 1 اي تي 1 ده البرايمري تايب ده اهم فازوكونستريكتور في الجسم. النقطه الثانيه قلنا مخلوق غريب الريسبتور غريبه يا اولاد شكلها لافف حوالين جدار الخليه سيربنتاين زي الحيه سيربنتاين ريسبتورز. طيب النقطه اللي بعد كده هنتكلم ان الريسبتور دي في النقطه الثانيه نوعان A و B. اوعى تنسى اي تي 1 وهو الاشهر يشتغل على الاي اي 1 على الاي ريسبتور اي 1 وده بيعمل كونستريكشن وقلنا ازاي عن طريق الكالسيوم وبيشتغل عن طريق الفاسكولار سموث ماسل سيلز. بينما الثلاثه 1 و 2 3 عن طريق البي يعملوا العكس تمام يعملوا فازو دايليتيشن. وازاي قلنا عن طريق الناتريك اوكسايد ريليس اللي بيطلع من الاندوثيليوم السايت هنا بيطلع من الاندوثيليوم. يبقى اتكلمنا انواعه ثلاثه 1 2 3 الريسبتورز اللي هو السيربنتاين نوعان A و B. الاي مخصص ل1 A1 البي كله بيعمل عكس دايليتيشن. النقطه الثالثه الاكشنز قلنا ان ده بيعمل كونستريكشن اكتر للكورونري والبلمونري والرينال وللفينز اكتر من الارتس. وقلنا مخلوق ايجابي اكشن افتكر كل حاجه زياده مش حاجه تنقص على الهارت بوزيتيف كرونتروبيك وبوست انتروبيك. انتروبيك يزود قوه الانقباض كرونتروبيك يزود الهارت ريت. ولا تنسى انه مخلوق ايجابي بيريليس كاتيكولامينز ورينين والدوستيرون وايترانيتريتيك بيبتايدز. طيب ايه الاستيميليتور والانهيبيتور؟ انسى السطر الثاني ده حتى لو ما كتبتوش مش مشكله بس انا الامانه العلميه بكتب كل حاجه. ان الفكره سهله جدا تفتكر مواد بتعمل كونستريكشن ومواد بتعمل دايليتيشن. الاي تي 1 ده اقوى حاجه بتعمل كونستريكشن يبقى مين يعمل له ستيميليشن؟ دي قاعده مهمه جدا. الاجونست اللي هم زيه الانسان بيدور على اللي هيشجعه ويتعاون معاه لكن اللي هيثبطه يبعد عنه. فالانجيوتنسين 2 والفازوبريسين والكاتيكولامينز دول بيعملوا كونستريكشن فيطلعوا الاي تي. انما النيتريك اوكسايد والبروستاسايكلين والايترانيتريك بيبتايد دول بيعملوا دايليتيشن فيوقفوا الاي تي. يبقى قلنا اثنين النيتريك اوكسايد ده بيعمل دايليتيشن والاندوثيلين ده بيعمل كونستريكشن اي تي 1 طبعا. فاضل مادتين يا اولاد واحده شرحناها واحده هنشرحها البروستاسايكلين فاكر اللي كانت بتطلع من الاندوثيليوم كانت عكس الثرومبوكسان A2. ثرومبوكسان A2 هي بتعمل عكسه بتعمل فازودايليتيشن وتقلل البليتلت اجريجيشن. راجع البلد. والماده الرابعه اللي هي الانجيوتنسين 2 دي هندرسها لاحقا. يبقى اتكلمنا على ما تتوهش الاوتوريجيليشن مايوجينيك وميتابوليك. سؤال اتكلمنا على السبستنس سيكريتد باي اندوثيليوم اربعه شرحنا اثنين نيتريك اوكسايد واندوثيلينز واثنين شرحنا واحد مع البلد البروستاسايكلين وواحد هنشرحه اللي هو الانجيوتنسين 2 باذن الله حالا. طيب نيجي بقى
وقلنا حتى الاندوثيليوم دي لها اندوكراينال فانكشن مهمه جدا، ولا تنسى الاوائل انها بتطلع اربعه ويزودوا هم حته وبتوقف السيروتونين والبراديكينين، بتنهيبت السيروتونين والبراديكينين. نيجي الجزء الثالث والاخير والاطول في موضوعنا، وهو السيستميك ريجوليشن. فقلنا السيستميك ريجوليشن ده بيعتمد على حاجتين، حاجه هتاثر في كل الفيسلز في الجسم، يبقى لازم تبقى حاجة في سائل الدم وسوائل أنسجة هيومورال أو مجازا هرمونال، هي اللي ممكن تأثر في كله سيستميك أو نيرفس. النيرفس سيستم بيتحكم في كل الجسم، فلازم السيستميك ريجوليشن يا أولاد يبقى فيه عنوانين أساسيين قلناهم في البداية، اللي هو هيومورال أند نيرفس. نبتدي بالهيومورال، وقلنا ده الجزء الأطول في موضوعنا والأهم. فاستيميك ريجوليشن باي هرمونز، قلنا في فازو كونستريكتور هرمونز، يعني في ثلاث هرمونات بتسري في عروقنا من شأنها انها تعمل كونستريكشن، وفي فازو دايليتور هرمونز اثنين بيسروا في عروقنا من شأنهم ان هم يعملوا فازوديليتيشن. على فكره السؤال ده ما ينفعش يجي كامل، يبقى طويل جدا، فهيجي يا اما الثلاثه هرمونز اللي بيعملوا كونستريكشن او الاثنين هرمونز اللي بيعملوا دايليتيشن. واسف ان انا هقول حاجه مره واحده باتقان ببطء بنظام، وحضرتك راجع الفيديو عشان عاوزين نفرغ من الفاسكولار سيستم، لان انا عارف ان الناس عاوزه تخلص. اول ماده بتعمل كونستريكشن من اسمها فازوبريسين. فازو يعني فيسل، وبريسين بريشر يعني ضغط، واي ان تركيبها ريليتد للبروتين، يبقى بروتين بيزود البريشر في الفيسل اسمه فازوبريسين. هو ده يا اولاد، هو ده الانتي دايوريتيك هرمون، الهرمون اللي ضد اضرار البول. دايوريسيس يعني اضرار للبول، انتي دايوريتيك يبقى ضد اضرار البول. هنعرف عنه مع عشقت مثل عشق النظام النقاط الخمسة الآتية. فورمت فين؟ سؤال المسكيو، تعمل فين ده؟ هذا الهرمون بيتعمل في النيرفس سيستم، السنترال نيرفس سيستم، على وجه التحديد في الهايبو ثالامس. قلنا هايبو يعني تحت، وثالامس يعني المهاد، الغدة اللي هي تحت المهاد، يبقى بيتعمل في النيرفس سيستم على وجه التحديد في الهايبو ثالامس. تعمل بسبيشال نيوكلياي، يبقى راجع محاضرات الاندوكراين موجوده فوق الاوبتيك كازما، مش على الناس اللي في سنه اولى ما عليهمش الاسم ده، اسمه سوبرا اوبتيك، فوق الاوبتيك كازما نيوكليس معين مجموعه نيورونز. وهذا الهرمون بينزل جوه البلازما، جوه الميه بتاعه الاكسون بتاعه النيورون، ليختزم في البوستيرو بيتيوتري. يبقى بيتعمل في حته في النيرفس سيستم ويختزم في حته، وان كان للاسكاء فقط. هو نفس الخلية العصبية، رأس الخلية العصبية موجودة في السنتر نيرفس سيستم في الهايبوثالامس اللي بتعمل هرمون. ديل الخلية العصبية في نهاية الأكسونز موجود في البوستيرو بيتيوتري حيث يختزل الهرمون. يعني أنت فاهم الفكرة، هي نفس الخلية العصبية، رأس الخلية يعمل هرمون، ديل الخلية يختزل هرمون، وما بينهم حتى مجموعة الأكسونز جوه النيرفس سيستم يسموهم تراكت يا أولاد. تراكت بيصل للهايبوثالامس بالبيتيوتري، يعني بينزلوا عن طريق الأكسون عن طريق التراكت. أما السؤال ليه بيتعملوا في الهايبوثالامس ويختزن في البوستيرو بيتيوتري برغم أنها نفس الخلية العصبية، راجع محاضراتنا في الاندوكراين. العبد الله عنده إجابة قاطعة ليه ربنا عمل كده، إجابة خاصة وقاطعة، لماذا يصنع الانتي دايوريتيك هرمون في الهايبوثالامس ثم يختزن في البوستيرو بيتيوتري برغم انها نفس الخليه العصبيه. طيب النقطه الثالثه الكيمستري، انت عارف اسمه فازوبريسين، اي ان قلت يبقى حاجه ريتل بروتين، فهو تركيبه نونا بيبتايد. نونا بيبتايد يعني 9 امينو اسيد، نونا يعني 9، 9 نونا بيبتايد. طيب نيجي الاكشنز، النقطة الرابعة،
لطالب ذكي الاكشن موجود في ورقه الاسئله، يقول لك given account on vasopressin or antidiuretic hormone. فمن اسمه فازوبريسين يبقى بيعمل فازو كونستريكشن، وهنا الريسبتور اسمه فازوبريسين 1 ريسبتور. طب الاسم الثاني انتي ديوريتيك هرمون ضد اضرار البول، يبقى الطالب ذكي البول ده موجود فين؟ لو متعلق بالكليه يبقى 100% يشتغل على الكليه. خلاص يمنع اضرار البول يبقى بيعمل ووتر ري ابزوربشن من النفرون فيخلي المايه ما تنزلش في البول، انتي دايريتك ووتر ابزوربشن من النفرون. انا لو رجعت محاضراتي في الاندوكراين قلت ان معظم الهرمونات بتشتغل على الديستال هاف اوف نفرون. النفرون ده يا اولاد اللي هو وحده التركيب بتاعه الكليه، يعني كل كليه من الكليتين فيها 1.2 مليون نفرون، يبقى وحده التركيب هي النفرون. معظم الهرمونات بتشتغل فين؟ على اخر حته في النفرون اللي هو الديستال هاف اوف نفرون، اللي هو الديستال كونفلوتد تيبيول والكولكتنج تيبيول. الحته الاخرانيه اسمها ديستال كونفلوتد يعني متعرجه تيبيول، والكولكتنج اللي هي بتجمع كولكتنج تيبيول. اما ليه مفسرها بس اقولها في عجاله، في كل الحاجات دي هتلاقيها في محاضرات الاندوكراين. ليه الهرمونات بتشتغل على اخر جزء في النفرون؟ لان الهرمونات يا اولاد بتعمل final adjustment of urine ضبط نهائي للبول. في هرمون زي موضوعنا الانتيبيوتيك يضبط الميه الفوليوم اوف يورين، في هرمونات تضبط الالكترولايتس الاملاع، في هرمونات تضبط البي اتش. بالله عليك في ضبط نهائي يتعمل في الاول، في النهائي في المباريات بيتلعب في اول الدوري ولا في اخر الدوري؟ في اخر الدوري. فعشان كده ببساطه شديده لما يسالك وانت مش ما تقولش مش مذاكر ما اعرفش، معظم الهرمونات التي تعمل على الكليه اللي بتضبط حجم البول كما الانتي ديوريتيك هرمون اللي هو موضوعنا، اللي بتضبط الالكترولايتس، اللي بتضبط البي اتش، تشتغل في انهي حته في النفرون؟ هي بتعمل ضبط نهائي. يبقى الطالب ذكي تشتغل في النهايه على الديستال هاف اوف نفرون، وهنا نوع الريسبتور اسمه فازوبريسين 2، وبحفظها لكم طريقه جميله جدا. حاجه مصادفه جميله في الفسيولوجي ان كل الحاجات هنشوفها دلوقتي المتعلقه بالميه بتشتغل على نمبر 2 اهو، فازوبريسين 2. بذكركم بيها طالما بتفتكر الحكايات مش المعلومات. كان في فيلم لاسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري اسمه نورماندي 2، فاكر حتى النطق الغريب بتاع عبد الفتاح القصري نورماندي 2. فافتكر لما الاي دي اتش يشتغل على الميه على الكدني ما بيشتغلش على الفازوبريسين 1، فازوبريسين 1 ده الفازو كونستريكشن، انما بيشتغل على فازوبريسين 2، بيشتغل على الديستال هاف اوف نفرون. يعمل ايه؟ يعمل فاكالتاتيف او اوبشنال ووتر ابزوربشن، يعني باختياري لو عاوز ميه في، ده معنى كلمه اوبشنال او فاكالتاتيف، عندي نقص في الميه امتص الميه، ما عنديش اسيب الميه، عشان كده قلنا ضبط نهائي لحجم البول. فدائما ابدا اتخيل انه وراء الخلق خالق. ربنا ما بيعملش يا اولاد حاجات ملهاش علاقه ببعض، يعني واحد يسال ليه هرمون يعمل فازو كونستكشن وفي نفس الوقت يعمل امتصاص من الكدني للميه؟ يعني ايه علاقه الفازو كونستكشن بالووتر ري ابزوربشن؟ تعال نفكر. لو حصل هيمورج يا اولاد، انا في حاله الهيمورج احتاج الى شيئين، انا عاوز احافظ على الضغط لان حصل لي هيمورج، يبقى الاول اعمل فازو كونستكشن ده اللي بيعمله الفازوبريسين اللي هو الانتي دايريتيك، وفي نفس الوقت انا حصل لي هيمورج يبقى ما يصحش افقد ميه تاني، كفايه الميه اللي فقدتها في صوره دم، مش عاوز افقد ميه في صوره بول، فيروح يشتغل على الكدني يعمل ووتر ري ابزوربشن عن طريق فازوبريسين 2. يا اولاد هل ممكن يبقى طبيعه هي اللي بتعمل الاشياء دي؟ ان وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. يعني كل مره تامل كده ايه العلاقه بان هرمون اسمه انتي دايريتيك ضد اضرار البول وفازو كونستكشن، هما حاجه واحده. لو فقدت دم حصل لي هيموريتش حاله خطيره في الانسان، فمطلوب حاجتين عشان احافظ على الضغط، ان انا اعمل فازو كونستكشن ده اللي بيعمله الفازوبريسين، واعمل ووتر ري ابزوربشن عشان ما افقدش ميه تاني في صوره البول، كفايه الميه اللي فقدتها في صوره الدم.
الفازو كونستريكشن عن طريق فازوبريسين 1، الانتي ديوريتيك هرمون عن طريق الانتي ديوريسيس عن طريق فازوبريسين 2 في الكدني. وتعال نفكر طب امتى يطلع هذا الهرمون؟ بيزود الميه لانه بيعمل ووتر ابزوربشن في الدم، يبقى بيزود الفوليوم. طيب لما يزود الفوليوم ينقص الاوزموتيك بريشر، يبقى الاملاح هتتخفف. يبقى هذا الهرمون تاثيره انه بيزود الفوليوم لانه بيعمل ووتر ابزوربشن وعليه بينقص الاوزموتيك بريشر. يبقى الطالب ذكي ذكي، امتى المفروض يطلع؟ طالب قال خلاص اقولها لك، لو قل الفوليوم او لو زاد الاوزموتيك بريشر. ادي التو ستيمولاي الاخير بذكاء. يبقى الاستيمولاي يا اما زياده الاوزموتيك بريشر يا نقص البلاد فوليوم. قلت يا اولاد ان ترتيب المعلومات عند العبد الله ايكوال امبورتنت، ترتيب المعلومات بنفس اهميه كم المعلومات. فهو بيطلع لو زاد الاوزموتيك بريشر بتاع الاكسسوار فلويد 1%. انتوا عارفين الاوزموتيك بريشر بتاع الاكسسوار فلويد 290 ملي ازمول بير لتر. تخيل زياده 1% بس طلع الاي دي اتش، لان التغير في الاوزموتيك بريشر مدمر. لانه لو الاوزموتيك بريشر بتاع الاكسسوار فلويد زاد قوي هيشفق ميه من الخلايا، الخلايا تشرينك، قل قوي الميه تدخل جوه الخلايا تنفجر. عشان كده ربنا خلى التغير في الاوزموتيك بريشر اهم، 1% بس يطلع الاي دي اتش. بينما عشان يطلع الاي دي اتش بسبب ان حصل لي هيموريدج، بسبب النقص بلاد فوليوم، مش اي نقطه دم هفقدها هتاثر فيا. كلنا بننزف بنفصل من مناخيرنا، مفيش مشكله، لازم تفقد 10% من البلاد فوليوم. يبقى ده الفازوبريسين او الانتي دايريتيك هرمون. ادي المعلومات الخمسه يا اولاد اقولها في عجاله. فورمت في النيرفو سيستم، سنترال نيرفو سيستم في الهيبوثالاموس، سبيشال نيوكلياي في نيورونز معانا، ستورد انتوا بقى اللي فاهمين اكتر في نهايات الاكسون بتاعت النيورونز دي اللي موجوده في البوستيرو بيتوتري، الغده النخاميه الخلفيه. ليه اتعمل في الهيبوثالاموس ويختزن في البوستيرو بيتوتري؟ راجع محاضراتي في الاندوكراين. طب الكيمستري، نونا بيبتايد 9 امينو اسيدز. نقطه رابعه الاكشن، مكتوب قصادك فرد اسئله، فازوبريسين يبقى بيعمل فازوكونستكشن عن طريق فازوبريسين 1 ريسبتور. انتي دايريتيك يبقى بيشتغل على النفرون، انهي حته الهرمونات بتعمل ايه يا اولاد؟ فاينل ادجستمنت يبقى على اخر حته في النفرون عن طريق فازوبريسين 2، يعمل اوبشنال بمزاجي فاكالتاتيف بمزاجي ووتر ابزوربشن. ايه علاقتهم ببعض؟ ان اللي بينزل المفروض يعمل حاجتين، يكون ستريكت ويحافظ على الميه عشان الضغط ما ينهارش اكتر. ايه الاستيمولاي؟ هو بيزود حجم الدم، يبقى يطلع لما حجم الدم يقل 10%. بيزود حجم الدم يبقى يخفف الاملاح، يقلل الاوزموتيك بريشر، يبقى يطلع لما الاوزموتيك بريشر تزيد، وده الاهم 1%. وفهمتك ليه؟ تاني ماده بتسري في عروقنا ومن شانها انها تعمل كونستريكشن اللي هو موضوعنا، الكاتيكولامينز، الابينفرين والنور ابينفرين. حتى قلت لكم ليه سموه ابينفرين وليه سموه نور ابينفرين، راجع الاوتوراميك، لانه فوق النفرون طالع من فوق الكليه، الغده الجار كلويه، ابي يعني فوق، زي ابيثيليوم خلايا علويه، ثيليوم يعني خليه، وابي يعني فوق، ابيثيليوم معناها خلايا علويه في الاستولج. ابينفرين ونور ابينفرين. ده بقى مش هيجي لوحده سؤال نظري زي الاي دي اتش او ما شابه، انما تبقى فاهم كويس قوي جليا ماليا ما هو الفرق بين الابينفرين والنور ابينفرين على الفيسلز. الادرينالين بيشتغل اكتر على البيتا ريسبتور، على البيتا ريسبتور منه على الالفا اللي هو الابينفرين، فيعمل بي بي بيتا انهي بي بي بيتوري، يعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيسل اللي موجوده في السكيليتال ماسل والليفر. وان كنت ناسي افكرك، لما اقول سكيليتال ماسل، سكيليتال ماسل دي 40% من وزن الجسم، مش ماسل واحده، يعني عمل دايليتيشن في 40% من الفيسلز من الجسم، سكيليتال ماسل والليفر، وبيعمل عن طريق الالفا كونستريكشن. بس مين اللي يغلب؟ تاثير البيتا. ففي النهايه يقل التوتال بريفرال ريزيستنس. انما النور ابينفرين خدنا في الاوتوروميك، راجع محاضرات الاوتوروميك، اقوى على الالفا ريسبتور منه على البيتا. فعن طريق الالفا 1 اللي هي اكسيتاتري، قلنا البي بي بيتا ان بي بي بيتري دايليتيشن، الالفا اكسيتاتري.
يعمل فازو كونستريكشن تو اولموست اول بلاد فيسلز فيزود التوتال بريفيرال ريزيستنس. سؤال مهم جدا في الشفا الادرينالين الابينفرين ينقص توتال بريفيرال ريزيستنس ليه؟ لانه مركز على البيتا اللي هي انهي بي 2 ري اللي بتعمل دايليتيشن في مين؟ سكيليتال ماسل بلاد فيسل اللي 40% والليفر. انما النور ابينفرين مركز على الالفا فيعمل فازو كونستريكشن زود توتال بريفيرال ريزيستنس. ايه اللي بيطلع الاستيمولاي قلناها قبل كده؟ ايه اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين الابينفرين والنور ابينفرين؟ الامرجنسي قلناها الفايت اور فلايت راجع الاوتونوميك والايموشنال ستريس الانفعال. بنزود النهارده ثلاث حاجات بحرف البي خلاص اللي هو هايبوثيرميا زي الاكسبوجر تو كولد. هايبوثيرميا يعني انخفاض الحراره, ثيرميا يعني حراره, هايبوثيرميا انخفاض الحراره زي الكولد. ليه بيطلع؟ لانه بيستيميليت الميتابوليزم فيزود الحراره. هايبوتنشن نقص الضغط, وفي الحاله دي يطلع مين اكتر وراء الخلق؟ قوه عاقله نور ابينفرين, لان ده اللي بيزود التوتال بريفيرال ريزيستنس والضغط. هايبوجلايسيميا نقص الجلوكوز في الدم, لان الادرينالين بيعمل جلايكوجينوليسيس في الليفر, يكسر الجلايكوجين في الليفر يزود الجلوكوز في الدم. شوف الروعه, يعني الاستيمولاي متعلقه بالاكشن, هو بيزود الميتابوليزم فيطلع في الهايبوثيرميا في نقص الحراره عشان يزود الحراره. النور ابينفرين بيزود الضغط فيطلع في الهايبوتنشن نقص الضغط. الادرينالين بيعمل جلايكوجينوليسيس فيزود الجلوكوز في الدم, يكسر الجلايكوجين في الليفر الى جلوكوز فيطلع في الهايبوجلايسيميا. يبقى دي الاحوال الخمسه اللي بيطلع فيها الكاتيكولامينز ادرينين وادرينين. اثنين بحرف الاي ايمرجنسي فايت اور فلايت خدناهم في الاوتوميك, والايموشنال ستريس. يبقى ايمرجنسي ايمرجنسي وايموشنال ستريس, اوعى تنسى ايمرجنسي وايموشنال ستريس, وثلاثه هايبو هايبوثيرميا هايبوتنشن هايبوغلايسيميا. اللي عاوز يراجع يبقى راجع براحته, بس انا هاف تو بروسيد. نيجي لدره هذه المحاضره, اهم حاجه في هذه المحاضره وحاول تفهمها مع العبد الله, اذروايز هيبقى الموضوع صعب. في احنا موضوعنا النهارده بنتكلم على الميكانيزمز بتاعه البيزك ميكانيزم فور سيركولاتوري كنترول. ده تالت هرمون بيعمل فازو كونستريكشن ويحافظ على الضغط, تبع سيستم اسمه رينين انجيوتنسين سيستم, ولو خدت الاختصار هيبقى RAS رينين انجيوتنسين سيستم راس. افتكر راس ده plays a central role في الفيسيولوجي بتاع الكارديوفاسكولار سيستم وفي الباثولوجي في الامراض بتاعه الكارديوفاسكولار سيستم. الراس ده مهم جدا. اني انجيوتنسين عندنا في جسمنا الانجيوتنسينز اربعه, اهم واحد هو الانجيوتنسين 2 افتكر نورماندي 2, وفي 2 ريسبتور اهم ريسبتور بيشتغل على الانجيوتنسين 1 ريسبتور. يبقى احنا هنتكلم على اربعه انواع من الانجيوتنسين, نوعين من ريسبتور, انما انا عاوزك اول دي تايم تركز اهم واحد فيهم انجيوتنسين 2 على الانجيوتنسين 1 ريسبتور. طيب ركز بقى معايا واحكي لكم حكايات عشان تنبسطوا. اول نقطه الفورميشن, احنا قلنا اقوى ماده في جسمك بتعمل فازو كونستريكشن هي الاندوثيلين 1, انما اهم ماده في جسمك اهم ماده في جسمك بتحافظ على الضغط هي الانجيوتنسين 2. وانجيوتنسين 2 الكلمه من شقين, انجيو يعني وعاء دموي, فيسل انجيو معناها فيسل. اما اقول لك عندك ليمف انجايتس يعني التهاب الغدد الليمفاويه, ليمف يعني ليمف انجايتس ايتس يعني التهاب الغدد الليمفاويه. افتكر انجيو يعني وعاء, فانجيو تنشن يعني ماده بترفع الضغط في الاوعيه, انجيو تنس 2. افتكر تملي حفظتها الاجيال تفتكروا الحكايات مش المعلومات.
الانجيوتنسين 2 اسمه انجيوتنسين 2، كل حاجة فيه 2، افتكر نورماندي 2. فأول حاجة انجيوتنسين 2 is formed in 2 steps، دي أول نقطة. بيتعمل من مادة سابقة اسمها انجيوتنسينوجين، علمتها لكم، جين يعني بتجينريت المادة دي، انجيوتنسينوجين هتجينريت الانجيوتنسين. دي المادة السابقة اللي عبارة عن ايه دي؟ الفا 2 جلوبولين 452 امينو اسيد. بتعمل فين؟ في الليفر، ما احنا كل البلازما بروتين بتعمله في الليفر تقريبا، فموصلي في الليفر، اذا عاوز تعرف بالظبط مش اونلي للاوائل، الاوائل موصلي في الليفر. يبقى المادة اللي هنعمل بيها اهم مادة بتحافظ على الضغط في جسمك اسمها انجيوتنسينوجين، لانها بتجينريت الانجيوتنسين، دي عبارة عن الفا 2 جلوبولينز، جلوبولين بتعمل موصلي الليفر. انا عاوز من ال 452 امينو اسيد دول انا عاوز فقط 8 امينو اسيد، انجيوتنسين 2 عبارة عن 8 امينو اسيد، فعاوز اكسر البروتين الكبير ده على مرتين. اول كسرة في انزيم بروتوليتيك انزيم بيطلع من الكلية فاسمه رينين ريليتد تو رينال بروتوليتيك انزيم، هيكسر لي البروتين ده عشان ياخد لي اول كسر. الانزيم ده موجود فين؟ في الجاكستا جلوميرال ابريتس، الجهاز المجاور للجلوميرالز في الكلية. جاكستا يعني بجواه، جلوميرال ابريتس هيديني انجيوتنسين 1 اللي هي ديكابيبتايد 10 امينو اسيدز، دي اول كسر. طب تاني كسر، انا قلت عاوز 8 بس، ان الانجيوتنسين 1 اللي هو ديكابيبتايد 10 امينو اسيد انا عاوز منه 8 بس، يتكسر بالانجيوتنسين كونفرتينج انزيم، بانزيم اخر بروتوليتيك برضو موجود في الاندوثيليال سيلز جوه الاندوثيليوم، mostly primarily in lung. يبقى الانجيوتنسين 1 وهو بيمر في الرئه هنكسره ناخد منه الثمانيه اللي احنا عاوزينها بواسطه اي سي اي اللي هو انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، موجود في الاندوثيليال سيلز primarily in lung، يديني انجيوتنسين 2 اللي هو اوكتابيبتايد اللي هو 8 امينو اسيد. يبقى الاولاني ديكابيبتايد 10 ده اوكتا، عشان نريح شويه يا اولاد احكي لكم قصه لطيفه جدا عن الشهور الميلادية. احنا عندنا الشهور الميلادية كانت زمان 10 شهور بس، وكان ديسمبر هو الشهر العاشر، عشان كده سموه ديسمبر، ما احنا بنقول دكة يعني 10، واكتوبر اوكت عن 8 كان هو الشهر الثاني، وبعدين جه يوليوس قيصر حط شهر باسمه سموه شهر يوليا 31 يوم، فجه أوغسطينوس قال ازاي يوليوس يعمل شهر، انا كمان عاوز شهر و 31 يوم برضو. انا كتبت الكلام ده في مقالة عن قصة الشهور الميلادية، فعمل شهر أغسطس هو برضو، لو تلاحظ دول الشهرين اللي ورا بعض اللي هما 31 يوم، فتم ترحيل الشهور اللي بعدها بمقدار 2، فبقى مع ان ديسمبر دي يعني 10 بقى ديسمبر والشهر 12، ولما تحط يوليو أغسطس شهرين زيادة في النص خلوا العاشر بقى الاثناشر ديسمبر الشهر الثاني عشر، بينما ديكا في اللغة يعني عشر، أكتوبر اللي هو الشهر العاشر، أكت في اللغة معناها الثامن، وهكذا سبت يعني سبتمبر، سبت يعني إيه؟ يعني سبعة، بقى هو الشهر التاسع، لأن سبت عارف السبت، حتى السبت اللي هو اليوم السابع. فده قصة الشهور الميلادية. نرجع تاني بقى، انا قلت احكي لكم قصة صغيرة. يبقى الفورميشن ان انا اهم مادة بتحافظ على الضغط في جسمنا هي انجيوتنسين 2، اوعى تنساها دي، هتاخد الكلام ده يا اولاد في الفسيولوجي وتاني في الباثولوجي وفي امراض باطنة وفي جراحة، تفهموا كويس قوي مع العبد الله. انجيوتنسين 2 is formed in 2 steps، اوعى تنسى، بروتين كبير قوي 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 اللي بيخلق منه هذه المادة اسمه انجيوتنسينوجين، اهو بيعمل جينسيس الانجيوتنسين، عبارة عن الفا 2 جلوبولين بيعمل موصل الليفر.
هطلع منه الثمانية امينو اسيدز اللي هم انجيوتنسين 2 على كم كسرة؟ كسرتين. اول كسرة انه هذا البروتين وهو بيمر في الكلية بواسطة بروتيتيك انزيم اسمه رينين، اسم على مسمى في الكلية تبقى رينين. بروتيتيك انزيم موجود في الجاكس تاجلومير ابريتس، يروح كسر خد لي 10 من 452 اللي هو الانجيوتنسين 1 ديكا بيبتايد. وفهمت بقى ديكا تبقى تفتكرها من ديسمبر، عرفت القصة دي كبيبتايد. تاني ستيب، ستيب نمبر 2، الانجيوتنسين 1 بواسطة انجيوتنسين كونفيرتينج انزيم في اللانك، خلاص هو في الاندوثيليال سيلز برايمرلي اللانك، يطلع لي الانجيوتنسين 2 اللي هو اوكتا بيبتايد. يبقى نقولها تاني في عجالة يا اولاد، يبقى انجيوتنسينوجين بالرينين يدي انجيوتنسين 1، دي ستيب 1، انجيوتنسينوجين بالرينين يدي انجيوتنسين 1 10 امينو اسيدز. وبعدين هو في اللنج بالاس اللي هو انجيوتنسين كونفرتينج انزيم اللي موجود اساسا في الانسولين سيلز يديني انجيوتنسين 2 اللي هو المهم اللي هو اوكتا بيبتايد. طيب ازاي ده بقى بيرفع الضغط؟ تعال نفكر مع بعض. او الاول نقول الريسبتور، النقطه اللي بعدها، وي هاف تو تايبس اوف ريسبتور. اي تي 1 ريسبتور هو ده الاهم، الريسبتور بتاعك الاي تي 2 AT1 ريسبتور ده وايدلي سبريد وموجود في مور، مسؤول عن موست اكشنز، هو ده الاهم. ان انجيوتنسين 2 بيشتغل على ال1 اساسا، انما انجيوتنسين 2 ريسبتور ده موجود في ليميتد تيشو، مش كده بس، وبيانتاجونايز الاكشن اوف ريسبتور رقم 1. يعني 2 بيشتغل عكس 1 زي ما شفناها مع الاندوثيلينز، كان البي عكس الاي، الاي يعمل كونستريكشن، البي يعمل دايليتيشن، نفس الكلام هنا. الاي هو الاساس وده هيعمل كونستريكشن، التو الوان الاي تي 1 هو الاساس هيعمل كونستريكشن، التو هيعمل دايليتيشن. تعال بقى الاكشن اوف اي تي 2، يبقى النمره هتاخدها على ايه؟ على الاكشن اوف انجيوتنسين 2 على انجيوتنسين 1 ريسبتور. تو مين اكشنز يا اولاد، عاوزين نرفع الضغط نفكر بذكاء، يبقى لازم نلعب في الحاوي والمحتوى. الحاوي عشان الضغط يعلى لازم نصغره، نعمل فازو كونستريكشن، والمحتوى اللي جوه نزوده فالضغط يزيد. يعني هو بيلعب بكل الطرق، ده مين تو اكشن. فازو كونستريكشن يبقى بيصغر الحاوي، وسولت اند ووتر ريتينشن يزود المحتوى، وكل ينقسم الى اثنين. ففازو كونستريكشن مين بذكاء، هو عارف مين اللي بيرفع الضغط، راجع الارتيريال بلاد بريشر، يكون ستيكت الارتريولز اللي هم ريزيستن فيسلز، والفينز اللي هي الكاباسيتن فيسل لما يعمل لها كونستريكشن يزيد الفينسيتير، ومن ثم الكارديال اوتبوت، ومن ثم الارتيريال بلاد بريشر، ويعمل سولت اند ووتر ريتينشن بنفسه دايركت على البروكسيمال بارت اوف ذا نيفرون، يروح في الكليه يمتص ميه وملح بنفسه، ويطلع هرمون الالدوستيرون من السوبرينال اللي هو بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن برضو، ده الاهم، بس بيشتغل على الديستال بارت اوف نيفر، الالسترول على الديستال بارت اوف نيفر، ده المين تو اكشن. حفظتها الاجيال تاني يا اولاد. انجيوتنسين 2 از نورماندي 2، اوعى تنسى انجيوتنسين 2 از نورماندي 2 از فورورد ان تو ستيبس، هاز جوت تو ريسبتورز، has got two main actions, two steps. نقولها بقى بعجالة وبتلخيص جميل. الرينين step one، الرينين يحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1. الاس الانجيوتنسين converting enzyme يحول 1 الى 2 في اللانك. يبقى تاني، يبقى الفورم in two steps، الرينين يحول انجيوتنسينوجين ل 1 ده في الكيدني، والاس في اللنج يحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. انجيوتنسين 1 كان 10 امينو اسيد ديكا بيبتايد، انما انجيوتنسين 2 بتاعنا اوكتا بيبتايد. تو ريسبتور، انجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 2، مين الاهم؟ ال1 ال1 ال1، ال2 ده اقل وبيعمل عكس الاكشن، هاز جوت تو مين اكشن، عشان يزود الضغط لازم يعمل فازوكونستريكشن وسولت اند ووتر ريتينشن، يصغر الحاوي ويزود المحتوى، فازوكونستريكشن وسولت اند ووتر ريتينشن.
كله ينقسم اثنين، كل حاجه اثنين. الفازو كونستريكشن للفينز والارتيولز، فينز وارتيولز علمناها 100 مره، راجع محاضره الارتيال بلاد بريشر. والسلطان نوتر تنشن دايركتلي بنفسه يروح للكلى يعمل سلطان نوتر تنشن، وعن طريق انه يبعت الالدوسترون دايركتلي هو يشتغل على البروكسيمال بارت اوف ذا نيفرون، انما الالدوسترون بيشتغل على الديستال هاف اوف ذا نيفرون. نيجي اذر اكشنز للاوائل بقى. احنا اتعلمنا اولاد اللي يعمل فازو كونستريكشن ده بيساعد البليتلتس اجريجيشن والكلام، فيبقى عنده برو ثرومبوتيك اكتيفيتي، دي مهمه برو ثرومبوتيك اكتيفيتي. شوف بقى حاجات جميله خالص عشان يزود الضغط يعمل ايه، واخد اهم حاجه بتحافظ على الضغط بتاعك، تشرب ميه عشان تزود المحتوى، تزود حجم الدم، ده بيستيميليت الثيرس سنتر اللي موجود فين في النيرفس سيستم، ده الاوائل الاوائل الاوائل، هنقولها مع السيربر سيركوليشن في الاخر خالص. انا عارف بعض الجامعات ما بياخدوش سيربر سيركوليشن، بعض بياخدوا، انما انا هشرح كورس كامله بس هبتدي بالاهم، اسمها اريا بروستريما اند سب فورنيكال اورجان، ده الثيرس سنتر في النيرفس سيستم. اريا بروستريما اهي كاتبها بالصغير حتى، والسب فورنيكال اورجان، ومش كده وبس، ويطلع اي دي اتش اللي يقلل حجم البول، يعني كانه فكر، شوف الذكاء، عشان يزود الضغط بيزود الويت الووتر جين وبيمنع الووتر لوس، بيزود الووتر جين عن طريق انك تشرب، ويقلل الووتر لوس عن طريق ان يطلع الاي دي اتش. طيب بيستيميليت الكاتيكولامين، ما الكاتيكولامين بتزود الضغط زيه، فتبقى حاجه حلوه. ويستيميليت الكاردياك اند فاسكولار هايبرتري، يقوي الهارت والفيسل، دي 3 و4. طب 5 لو زاد الرينين اللي هو بيطلعه يبقى خلاص كفايه كده. فلا هو لو زاد اسف الانجيوتنسين 2 ازاي في فيدباك عشان ما يزيدش قوي، بالنيجاتيف فيدباك ينقص الرينين، لو زاد الانجيوتنسين 2 بالنيجاتيف فيدباك ينقص الرينين. ده اذر اكشن للاوائل يا اولاد، اللي هم 6 اكشنز، 2 2 وقبلهم واحده وبعدهم واحده، انه عشان يزود الضغط بيزود الووتر جين، انه يستيميليت الثيرس سنتر في النيرفس سيستم، ويمنع الووتر لوس عن طريق انه يطلع اي دي اتش، يبقى يزود الجين بان انا اشرب، يزود استيميليت الثيرس سنتر ويمنع اللوس عن طريق اي دي اتش، وبعدين بيستيميليت الريليس اوف كاتيكولامينز ويستيميليت الكارديك والفاسكولار هايبرتري. قبلهم بنقول في برو ثرومبوتيك اكتيفيتي تمام، اللي علمتكم اللي يعمل كونستريكشن يبقى يشجع البليتلتس اجريجيشن، اللي يعمل دايلتيشن يمنع البليتلتس اجريجيشن، وبالنيجاتيف فيدباك لو زاد الانجيوتنسين 2 ينقص الدين. طيب يبقى راجع تاني بقى اللي عاوز يراجع، واحد من اطول محاضرات للاوائل، مش اوائل 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 بس. طب فين انجيوتنسين 2 ريسبتور؟ قلنا ده اقل، المين ريسبتور هو انجيوتنسين 1، ده most important widely spread. طب التو قلنا التو ده بيعكس عكس الوان، يبقى بيعمل ايه؟ تعال نبص اهي، يبقى بيعمل فازو دايلتيشن اهي، فازو دايلتيشن، وبيعمل بالعكس مش يحافظ على الميه، يعني بيوسع الحاوي فازو دايلتيشن ويقلل محتوى، ان يعمل دايوريسيس يعني اضرار للبول، وناتريوريسيس يعني يرمي الصوديوم، يعني ميه وملح، ما هو دايوريسيس ميه، رمز الملح اللي هو الصوديوم ان ايه، ناتريوريسيس يعني اضرار للملح. يبقى الثاني كان بيعمل فازو كونستريكشن وسلطان دوتر ريتنشن اللي هو الانجيوتنسين 1 ريسبتور، الانجيوتنسين 1 ريسبتور كان بيعمل فازو كونستريكشن وسولت اند دوتر تنشن، ده بقى انجيوتنسين 2 ريسبتور قلنا ده اقل اهميه، ما تفتكرش ولا واحد يفتكر الاثنين بيعادلوا بعض، لا، معظم الاكشن هو على الانجيوتنسين 1 ريسبتور، انجيوتنسين 1 ده المهم. المين 2 اكشن كان هناك فازو كونستريكشن وسولت اند دوتر تنشن، هنا ال 2 يعمل العكس، فازو دايلتيشن ودايوريسيس وناتريوريس، زائد في اكشن ثاني ابوبتوزيس يعني بروجرام سيل ديث. توزيس يعني يسقط، ان احنا ما بنقول لكل اجل كتاب، الناس بيفتكروا ان احنا بنتكلم على ربنا سبحان الله بيتكلم على اعمار الانسان لكل اجل، لا، ده كل خليه ربنا خلقها لها اجل
ولها كتاب هتعيش عمره معين بعدها تسقط ابوبتوزيس بروجرام سيلدس. يبقى هنا لكل مش لكل امرئ اجل وكتاب، لكل حاجه، كل حاجه في جسمك لها اجل ولها كتاب ابوبتوزيس. مين اللي بيعمله بقى؟ الانجيوتنسين 2 ريسبتور. طيب احنا عرفنا ان في انجيوتنسين 1 اللي هو كان 10 امينو اسيد خدنا منه التول اللي هو 8. طب هل في غير لاوائل الاوائل بقى في حاجه غير انجيوتنسين 1 و 2 2 2 والمهم في انجيوتنسين 3. لو شلت من الثمانية 1 امينو اسيد خلاص من الانجيوتنسين 2 بواسطة انزيم اسمه انجيوتنسينيز موجود في الار بي سي ده الاوائل الاوائل انجيو تنسين وايز ايز يعني ايز يعني انزيم بيشتغل انجيوتنسين شيل 1 امينو اسيد يبقى بدل ما بقوا 8 يبقى ده الاوكتا بيبتايد يبقى سبت يبقى 7 ده الانجيوتنسين 3 كميته قليله جدا في الجسم very little amount لكن لما تقارن ان ابل فور ابل يعني تاخد كميه من انجيوتنسين 2 وتقارنها بنفس الكميه من انجيوتنسين 3 تلاقي انجيوتنسين 3 له 100% الالدوسترون ستيميتنج افكت يقدر يطلع الالدوسترون زي انجيوتنسين 2 بالظبط خد بالك ويت فور ويت نورمال انجيوتنسين 2 اكثر بكثير من انجيوتنسين 3 لكن لو خدت مثلا عشان اوضح ملي جرام من التو وملي جرام من الثري هما الاثنين يقدروا يطلعوا هرمون الالدوستيرون بتاع المياه والملح بنفس الكفاءه وسموه ليه الالدوستيرون راجع معطرات الاندوكراين الدر يعني مياه واستيرون لان تركيبه استيرويد يبقى الاستيرويد بتاع المياه الالدوستيرون اللي بيحافظ على الملح ومن ثم المياه انجيوتنسين 3 انجيوتنسين 2 لو خدت وزن مكافئ من كلاهما هما مش متكافئين انجيوتنسين 2 اكتر بكتير من 3 ده فيري ليميتد اماونت هيبقى لهم نفس المقدره على الالدوسترون انجيوتنسين 3 له 40% من مقدره الطوف انه يعمل فازو كونستكشن ده الاوائل الاوائل طب اوائل الاوائل الاوائل يقولوا في كمان انجيوتنسين 4 ده خد كمان امينو اسيد يبقى مش 7 بقى يبقى 6 امينو اسيد سموه هكسا بيبتايد هكس يعني 6 ده اكس اون سي ان اس دي انواع الانجيوتنس اللي في جسمك مش عاوزك تتوه في النهايه في انجيوتنسين واحد هو المهم يا ولاد انجيوتنسين 2 انجيوتن نورماندي 2 اوعى تنسى لما يشتغل على انجيوتنسين 1 ريسبتور ده المهم هو ده الموضوع 2 على 1 انما الانجيوتنسين 2 ريسبتور ده ملوش قيمه ده موجود في حته قليله جدا وبيعمل عكس العمل فازو دايليتيشن اندورس اناتوريس وفي بقى انجيوتنسين 3 وانجيوتنسين 4 لاوائل طيب نرجع تاني للانجيوتنسين 2 اللي هو بيطلع كان اول خطوه الرينين اللي كان بيكسر انجيوتنسينوجين ل1 ايه اللي يطلع الرينين شوف بقى اتفرج انت عارف انجيوتنسين 2 ده بيعمل ايه بيعمل فازو كونستكشن وسلطان دوتر ريتينشن يبقى يطلع لما يبقى فيه نقص في الاكسترا فلويد فوليوم هايبوفوليميا طب هو بيعمل فازو كونستريكشن عالي الضغط يبقى يطلع لما يبقى فيه هايبوتنشن لو السيستوليك تحت 90 ملم مركري السيستوليك تحت 90 يطلع الرينين من الكلى لو الكليه ما جالهاش دم كفايه ما بتفكرش رينا الاسكيميا واحد عنده اولاد عنده رينال ارتي ستينوزيس ضيق في رينال ارتي يبقى كميه الدم اللي جايه الكليه قليله يبقى هي عاوزه بقى عشان يجي لها دم اكتر تعلي الضغط او لو الصوديوم اللي دخل الكليه قليل الصوديوم ديليفرد اللي تسلم للديستال هاف اوف ذا نيفرين للديستال رينال تيبيولز قليل في هناك حاجه اسمها ماكولا دنسا يعني ماكولا يعني بقعه دنسا يعني كثيفه دي تطلع مادة الرينين يبقى دول أربع أحوال وهنقول حالة خمسة بقى اللي هي السيمباثاتيك عن طريق البيتا 1 ريسبتور دي احنا حفظناها فاكر كنا قلنا البي بي بيتا إن بي بي بيتري ما عدا على ثلاث حاجات يا أولاد البي بي بيتا إن بي بي بيتري ما عدا على الهارت مش موضوعنا والميتابوليزم مش موضوعنا والهرمونز موضوعنا البيتا 1 ريسبتور بتطلع كل الهرمونز ما فيهم الرينين
يبقى الرينم بيطلع في النهايه انجيوتنسين 1 اللي هيتحول لتو اللي بيعلي الضغط عن طريق انه يعمل فاز وكونستكشن وسلطه الدوتر تنشن. يبقى لو لقى ان السلط والوتر قليلين يطلع هايبوفوليميا، لو لقى ان الضغط قليل هايبوتنشن تحت 90 مليمتر ميركوري السيستوليك يطلع، لو كده ما بيجيلهاش دم رينال اسكيميا نتيجه لضيق في السيفيريال ارتي هيش عرفها ان الدم قليل بسبب نقص الضغط ونقص البلاد فوليوم ولا بسبب ان في رينال ستونز يطلع في رينال اسكيميا. ده السببين دول اورانين كانوا بيطلعوا ازاي الرينين عن طريق انهم بيعملوا اسكيميا، لما حجم الدم يبقى قليل الضغط قليل كلى ما يجيلهاش دم يحصل اسكيميا. فطلع لو في رينال اسكيميا لسبب اخر اللي هو رينال ارتي ستونزس يطلع رينين في محاوله لتصليح الموقف، يطلع وان يطلع تو يزود حجم الدم ويزود ضغط الكلى يجيلها دم اكتر. لو كليه شكت ان الدم قليل والسولتس قليله انه وصلها سولتس قليله الصوديوم ديليفرد للديستالين تيبيولز قليل هنا عن طريق الماكيولا دنس بسبب نقص الرينال بلاد فلو والجلومير فلتريشن ريت، رينال بلاد فلو والجلومير فلتريشن ريت. السبب الخامس سيمباثيتك ستيميليشن طريق البيتا 1. النقطه دي مهمه جدا اللي جايه يا اولاد، احنا بندرس ليه طب فيسيولوجي عشان هنطلع دكاتره. الهايبرتنشن اللي هنتكلم عليه في 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 اخر محاضره، فاضل لنا محاضرتين دلوقتي ماكسيمم باذن الله لبعض الجامعات واكثر لبعض الجامعات اخرى. الهايبرتنشن اللي بيصيب نص الناس فوق سن 50 سنه او ثلث الناس في العموم لو خدت كل الناس بيتعالج باربع ادويه. بيتا بلوكرز خدناها في عن الاوتوميك اللي بيقلل ضربات القلب وقوه انقباض القلب، كالسيوم شانل بلوكر اللي بيقلل قوه انقباض القلب فبرضه الضغط يقل، لما تقلل عدد ضربات القلب وقوه انقباضه بالبيتا بلوكر الضغط يقل، كالسيوم شانل بلوكر يقلل انقباض القلب يضخ اقل الضغط يقل. ثالث دراج الدايريتكس المدرات اللي بتنقص حجم الدم حاجه تدر البول. رابع دواء في علاج الضغط اللي هم دول بقى ادويه بتشتغل على الايس، فاكر الايس اول ده اهو تو دراجز انهيبيتد الراس سيستم يوزد ان تريتمنت اوف هايبرتنشن، ان احنا ناخد انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتور اهو الايس يسموه ايس انهيبيتور انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتور ايس انهيبيتور شور جدا. ده في عيانين مش اطباء خالص يجي لك في العياده تقول له انت بتاخد ايه للضغط يقول لك باخد ايس انهيبيتور، فعيب عيب ان طالب كليه الطب ما عرفش ايه هو الايس انهيبيتور. الايس انهيبيتور اللي هو انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتور بيمنع تحول ال1 ل2. انجيوتنسين 2 هو اهم ماده بتحافظ على الضغط، يبقى لما تمنع تكوينها الضغط يقل في الناس اللي عندهم هايبرتنشن. او ندي انجيوتنسين ريسبتور بلوكر لمين بقى؟ البلوكر اللي هو نمبر 1 اللي هو مهم هو اللي بيعمل فازو كونستكشن سلطه دوتر تنشن، يبقى انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز دي المجموعه الرابعه في علاج الهايبرتنشن في الدنيا. الهايبرتنشن قلت ثلث العالم اكتر من 2 مليار عندهم هايبرتنشن، يبقى شايف احنا بنصطدم بندرس ايه 2 مليار. عشان كده قلنا في البدايه لو كنت فاكر انه الموضوع ده عنده central role اهي في الفيسيولوجي والباثولوجي of cardiovascular system في الفيسيولوجي والباثولوجي، ده اهم موضوع ده دره هذه المحاضره. ان الهايبرتنشن بيعالجوه احفظ تاني معايا عشان يبقى دكتور شاطر، بيتا بلوكر 1، كالسيوم شانل بلوكر 2، دايوريتك 3، انهيبيشن اوف راس سيستم 4. يا اما تمنع تحول ال1 ل2 بانك تدي ايس انهيبيتور انجيوتنسين كونفرتينج انزيم اللي موجود في اللنج في الاندوثيليوم تعمله انهيبيشن، او تقفل الريسبتور الانجيوتنسين ريسبتور نمبر 1. ولا تنسى هقولها تاني في عجاله يا اولاد لاهميه هذا الموضوع فهقوله في عجاله. الانجيوتنسين الراس سيستم مين المهم؟ قلت الانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين 1 ريسبتور اهي دي بمليون جنيه دي ال2 على 1. انجيوتنسين 2 حفظتها في مزاح لكل الاجيال
Angiotensin 2 as Normandy 2 is formed in two steps, has got two receptors, has got two main functions. Two steps. الرينين يحول الانجيوتنسينوجين اللي هو الفا جلوبين بتاع الليفر ل1 اللي هو ديكا بيبتايد 10 امينو اسيد. يبقى من كسر الرينين من 452 امينو اسيد بروتين خد لي 10 ديكا. ديكا يعني 10. الانجيوتنسين 1 بالاس اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم في اللنج في الاندوثيال سيلز يجيب لي اللي انا عاوزه. انجيوتنسين 2 اللي هو الاوكتا بيبتايد. يبقى اس فورم تو ستيبس. انجيوتنسين بالرينين يتحول ل1، انجيوتنسينوجين بالرينين يتحول ل1، وان 1 يتحول ل2 بالاس. تاني هقولها تاني ما بزهقش عشان ما تتوهش. انجيوتنسينوجين بالرينين يديني 1، طب 1 بالاس يديني 2. ال1 10 ديكا بيبتايد، ال2 اوكتا بيبتايد. طب عنده 2 ريسبتور 1 و 2. المهم 1 يعني عشان كده معظم الاكشن انجيوتنسين 2 على انجيوتنسين 1 ريسبتور، لكن في 2. طب مين المين 2 اكشنز؟ الحاوي والمحتوى اوعى تنساها، فازو كونستريكشن وسولتر نوتر تنشن. فازو كونستريكشن وسولتر نوتر تنشن كلنا ينقسم الاثنين. الفازو كونستريكشن للاوعيه حافظين فينز وارتريولز، عشان تزود الضغط لازم تكونستريكت ارتريولز، هو ده ريزيستنت فالضغط يزيد. والفينز لما تعمل لها كونستريكشن يزيد الفينا ستيرنو، من ثم الكاردك اوت فالضغط يزيد. وسلطان دوتر تنشن بنفسه الانجيوتنسين 2 بنفسه يروح على اول حته في النفرون يعمل سلطان دوتر تنشن، ويطلع الالدوسترون يشتغل على الديستال بارت اوف النفرون يعمل سلطان دوتر تنشن. ولا تنسى ان في 3 وفي 4 للاوائل. ولا تنسى الاشياء اللي بتطلع رينين. ايه اللي بيطلع لما يبقى الفوليوم قليل؟ ده هو ده بيزود الضغط على طريق انه بيزود الفوليوم بيعمل فازو كونستريكشن. هايبوفوليميا نمره 2، هايبوتنشن اهو نمره 3، لو في رينال اسكيميا خلاص، لو في رينال اسكيميا رينال ارتي ستينوزيس او نقص الصوديوم اللي رايح للديستال رينال تيبيول او بيتا 1 ريسبتور. وعرفنا التو دراجز اللي هم يستخدموا في علاج الهايبرتنشن، انك انت اس انهيبيتور او تقفل الريسبتور. دي ادويه مهمه جدا في الهايبرتنشن. عارف امتى؟ لما يبقى الكيدني افكتد بالهايبرتنشن او العيان عنده سكر. اديني بقى حفظتك معلومه حلوه جدا في الطب اهو. احنا قلنا في اربع ادويه في الهايبرتنشن. المعلومات دي للزملاء الاصغر سنا. متى نستخدم الاس انهيبيتور او الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر؟ لو الضغط اثر على الكليه دي الحاله الاولى، او لو الضغط مصحوب بسكر لانه في الحاله دي ممكن ياثر على الكليه. دول الثلاث مواد يا اولاد اللي بيعملوا كونستريكشن، فاكرينهم؟ الانتي دايوريتيك هرمون او فازوبرسين نمره 1، الكاتيكولامين نمره 2، الاهم بقى اللي هو الانجيوتنسين 2 رقم 3. ناخد بقى المواد اللي ماشيه في دمنا اللي بتعمل دايليتيشن بالعكس. الهرمونز اللي بتسري في عروقنا وبتعمل سيستميك فازو دايليتيشن في الدم فكله سيستميك فازو. دول اتنين بس مش ثلاثه اهي. برضو عندي طرق رائعه في تذكيرك بالحكايه دي. اوعى تنسى انجيوتنسين 2 از نورماندي 2 از فورمد ان تو ستيبس، هاز جوت تو ريسبتورز، هاز جوت تو مين فانكشنز. هنا بقى الناتريتيك بيبتايد. نيتريوم يعني صوديوم، حتى رمز الصوديوم ان ايه من كلمه نيتريوم. ناتريتيك يعني مدر للملح، ينزل الملح ومن ثم الملح بالاسبوز هيشد ميه، ينزل الملح يشد ميه ياخد معاه ميه على طول. يعني يقول لي ناتريتيك كلمة بتقول انه مدر للملح، انما المعنى الفهم الحقيقي مدر للملح وتكملها في مخك ومن ثم الماية. ناتريتيك بيبتايدز او هرمونز، ادام في الدم يبقى هرمونز. هنا بقى رقم السعد مش 2 3، في 3 مين تايبس، 3 تايبس اوف ريسبتورز، 3 مين اكشنز. حلوة مرعوبة. 3 3 3 الناتريتيك بيبتايدز 3 انواع اهمهم نمره 1
اترال ناتريتك بيبتايد، بيبتايد بيدر الملح طالع من الاترا من الاوزين بتاع القلب، فده يسموه ايه؟ اترال ناتريتك بيبتايد، ده بيطلع من الاتريال مايوسايتس، خلايا الاتريا. طيب يبقى 3 مين تايبس، A و B و C ناتريتك بيبتايد، اهمهم الاي الاترال ناتريتك بيبتايد بيطلع من الاتريم من الاترال مايوسايتس، البي برين ناتريوريتيك بيبتايد، برين من البرين من اسمي وعشان كده سموه البي بي ناتريوريتيك بيبتايدز، ده بيطلع من البرين مش بس من البرين ومن الفنتريكل بتاع الهارت مونوسايتس. طب والسي اسمه سي تايب ناتريوريتيك بيبتايد، ده بيطلع من الاندوثيليوم اوف برين اند كيدني. يبقى في كام نوع من الناتريوريتيك بيبتايدز؟ ثلاثة أساسيين، 3 main types A و B و C، مين أهمهم؟ الـ A بتاع الـ atrium، atrial ventric peptides، الـ B بتاع البرين والفنتكل أقل أهمية، الـ C type اللي بيطلع من البرين والكيدني أقل وأقل. في نوعين تانين لأوائل الأوائل، لأوائل الأوائل في D type، يعني في A B C وفي D natriuretic peptide، وفي يورو دايلاتين، يبقى دي ناتريوريتيك بيبتايد ويورو دايلاتين، دول لاوائل الاوائل اوائل. ده انا بقول الكلام ده مش بس ليكوا يا اولاد، لزملاء الاصغر سنا، يعني انا بعتبر نفسي بدرس في جامعه في امريكا او في كندا، ما انا بقول المحاضرات دي، وهنقول السنه الجايه الفيرجن انجلش عشان تبقى وورد وايد مش بس خاصه بالعرب، بس ببتدي يعني بخاصتي ناس بتوعي. طيب 3 تايبس اوف ريسبتورز، يبقى ال 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 يبقى 3 main types A و B و C، 3 types of receptor A و B و C برضه، يعني هنا حتى مش واحدة A B C والتانية واحدة 2 3، لا ال types A B C و receptor A B C برضه. حاجة لذيذة قوي بقى، ليه سموهم A و B C؟ قالك ال A عنده greatest affinity، يعني أكتر حاجة بيشتغل عليها هو ال A natriuretic peptide، يبقى ال A natriuretic peptide أكتر receptor على ال A receptor، حلو ال A على ال A. طب وال B على ال B؟ طب حلو خالص، اللخبطه هتيجي منين بقى؟ ان السي ريسبتور بيشتغل عليه الاي والبي والسي ناتريوريتيك بيبتايدز مجتمعين، يعني الاي اشتغل على الاي والبي على البي وكلهم كلهم على السي، اظن واضح. يبقى 3 مين تايبس، لكن للاوائل في نوعين تانيين، 3 تايبس اوف ريسبتور 3 مين اكشنز. الناتريوريتيك بيبتايدز ده عكس تماما الرينين انجيوتنسين سيستم الارتيريا بلاد بريشر، يعني ده بيوطي الضغط اهو، بيقلل البلاد فوليوم زي ما نشوف، وبالتالي يقلل السنترال فينس بريشر، وبالتالي يقلل الامتلاء القلب، وبالتالي يقلل الكاردياك اوتبوت، وبالتالي يقلل الارتيريا بلاد بريشر. المهم انسى ده، ان هو عكس الراس على الارتيريا بلاد بريشر عن طريق 3 اكشنز. يبقى 3 اكشنز، فاسكولار ورينال وادرينال. فاسكولار، انت عشان تقلل الضغط تعمل فازو ايه؟ فكر، عشان اقلل الضغط يبقى برضو مره اخرى الحاوي المحتوى، اوسع الحاوي فازو دايليتيشن واقلل المحتوى، اقلل الميه والملح في الدم، سهل قوي. فالفاسكولار بيعمل فازو دايليتيشن عن طريق زي الناتريك اوكسايد لو كنت فاكر، عن طريق السايكليك جوانزيم مونوفوسفيت فازو دايليتيشن، ويقلل المواد اللي بتعمل كونستريكشن، يعني يقلل الفازو كونستريكشن بتاع الكاتيكولامينز والفازو كونستريكشن بتاع الانجيوتنسين 2. يبقى هو عمل فازو دايليتيشن ومنع اثنين كونستريكتور، يبقى كانه عمل دايليتيشن اللي هم الكاتيكولامينز وانجيوتنسين 2. طب رينال، اظن رينال ده يبقى موضوع بقى ملح وميه، هنا بقى احنا عاوزين نقلل الحاوي عشان نقلل ضغط، يبقى يزود الصوديوم اكسكريشن، اكسكريشن مش ريتينشن، واحنا قلنا ان هو ضد الراس، يبقى يمنع تحول البرو رينين الى رينين، يمنع تكوين الرينين، ما الرينين ده كان بيحول انجيوتنسينوجين 1 و1 بعد كده بالاس يتحول 2، فهو منع العمليه من الاول، ما فيش رينين اساسا، منع تحول البرو برو يعني قبل رينين الى رينين، وبيقلل الالدوستيرون اكشن على الكيدني. انما على الادرينال الغده الجاركلويه هي دي اللي بتطلع الالدوستيرون، فبيقلل الالدوستيرون سكريشن، ومش عاوز عبط، الالدوستيرون بيطلع من الغده الجاركلويه ادرينال، رينال يعني كليه واد يعني جنب، ما انتوا عارفين اد بعيد واد قريب بيقولوها لنا ناس بتوع الاناتومي.
فمن الادرينال بيقلل الالدوسترون سيكريشن. طب بعد ما يطلع من الادرينال هيروح يشتغل على مين؟ هيشتغل على الكلية، فهو على الكلية بيقلل الالدوسترون اكشن، فمش هيبقى فيش احتفاظ ماء وملح. ده 3 مين اكشنز يا اولاد، ما تاخدهمش عنهم 3 مين اكشن. انت طول عمرك حفظتكم بطريقه جميله، مش حفظتكم اسف، فهمتكم بطريقه عميقه. الحاوي والمحتوى عكس الراس، عاوز يقلل الضغط يبقى يوسع الحاوي اللي هو الفيسل يتوسع، ويقلل المحتوى اللي هو الماء والماي. يوسع الحاوي يبقى هو بنفسه يعمل فازو دايليتيشن كما النيتريك اوكسيد اللي بيعمل فازو دايليتيشن عن طريق نفس الماده السايكليك جوانزين مونوفوسفيت، ويقلل المواد اللي بتعمل كونستريكشن الفازو كونستريكشن كاتيكولامينز والانجيوتنسين 2. ده اول اكشن في الثلاثه. تاني اكشن رينال، الكني بقى يقول لها ما تحتفظيش بماء وملح، ارمي ملح، يزود الصوديوم اكسكريشن، ويعاكس الرينين، يمنع تحول برورين الى رينين، لان الرينين ده هينتهي بانه يطلع انجيوتنسين 1 ف2 هيطلع الدوسترون، هيزود الملح والماء بنفسه بالالدوسترون، فهو بيمنع تحول البرورين الى رينين. وعلى الكيد يمنع الاكشن اوف الدوسترون للاوائل، اكشن اوف الدوسترون، انما الادرينال يمنع السكريشن اوف الدوسترون. طيب ايه اللي يطلع الناتريوتيك سكريشن؟ يعني المواد دي بتطلع انكريز بايه؟ خد بالك هما يعني من رائع الخلق والخالق، وليه اهم واحد منهم اللي طالع من الاتريوم؟ لو حصل ستريتش في الاتريال ماسل فايبرز، امتى الاتريال ماسل فايبر هتبقى ستريتشد؟ لو الاكسسيوال فلويد زاد، في واحد كان هاي سولت دايت، كان ملح كتير، احتفظ ملح كتير، فزاد الاكسسيوال فلويد، فالدم العائد للهارت للاتريوم زاد، يبقى مجهود القلب هيزيد، فالقلب بيريح نفسه لما يلاقي ان حضرتك كلت ملح كتير، زودت الاكسسيوال فلويد، رجع ميه كتير للاتريوم، الاتريوم بقى ستريتشد، يطلق الهرمون ده يرمي الميه والملح زياده. او شوف الروعه، immersion of body in water up to the neck. لو حضرتك عمت في سويمينج بول، حمام سباحه في البحر، up to the neck كده الميه وصلت لحد هنا، الميه دي بتضغط على الجسم، تضغط على الجسم، يبقى تضغط على الاتريوم، يبقى الضغط جواه هيزيد، يبقى كانه ستريتش، فطبعا ضغط كده هيزيد، فنرمي ميه وملح. يبقى مجرد انك تغطس في ميه لحد رقبتك، ده هيضغط على جسمك، هيزود الضغط، فالاتريوم يطلق هذا الهرمون اللي بيقلل الضغط، يبقى ستريتش اوف اتريال ماسل فايبرز. تاني قلنا السيمباثيتك، مين الريسبتور بيطلع الهرمون؟ البيتا، البي بي بيتا، يعني البي بي بيتري معدل على 3، الهارت، الميتابوليزم مش موضوعنا، والهرمونز، البيتا بتزود كل هرمونز، البيتا انهبيتري، لكن ستيميليت 3 حاجات، الهارت، الميتابوليزم، والهرمونز. هو بيرمي الملح واسمه ناتريوريتيك، مدر الملح، يبقى يطلع لما الملح يزيد في الاكسسيوال فلويد. في حاجتين تانيين بيطلعوه، الانجيوتنسين 2 والاندوثيلينز، ودي برضه من الحاجات الغريبه شويه، ان دول المفروض انهم عكسه، دول بيعملوا كونستريكشن، هو بيعمل دايليتيشن، الانجيوتنسين 2 والاندوثيلين. قال لك ان الناتريوتيك بيبتايدز نيوترال اندوبيبتايديز، ده الانزيم اللي هو بيان اكتيفيت البيبتايدز دي، يعني الاندوبيبتيديز ده بيعمل لهم ان اكتيفيشن. وعليه لو حضرتك خدت عقار بيبوظ الاندوبيبتيديز اللي بيكسروا الناتريوتيك بيبتايدز، يبقى الناتريوتيك بيبتايدز مش هتتكسر، يبقى هتزيد، ودي بتقلل الضغط، فيستخدم في الهايبرتنشن والهارت فيلر، يستخدم في الهايبرتنشن والهارت فيلر. يبقى تاني يا اولاد عندي مادتين في جسمي بيعملوا فازو دايليتيشن، اول واحده اللي هي الناتريوتيك بيبتايدز او هرمونز، قلت لك بطريقه رائعه لن تنساها، 3 مين تايبس A و B و C للاوائل، لا في دي ناتريوتيك بيبتايدز، في يورو دايلاتين، 3 تايبس اوف ريسبتور A و B و C، الاي على الاي والبي على البي، طب وكلهم على السي، 3 مين اكشنز، فاسكولار ورينال وادرينال،
فاسكولار ده نوسع الحاوي، فازودايليتيشن نمنع اللي بيعمله كونستريكشن، رينال وادرينال نقلل محتوى، نعمل ووتر اكسكريشن ونقلل الرينال ومن برو رينال لرينال نقلل الالدوسترون اكشن على الكدني، لكن الادرينال نقلل السكريشن. طب امتى يطلع الناتريتيك سكريشن بيزيد بايه؟ اول ثلاثة متوقعين، لو حصل اتراب ملح كتير يبقى مجهود القلب هيزيد، فالقلب يرمي الماء والملح يخفض حجم الدم ويقلل الضغط عشان ما يبذلش مجهود. لو حصل ستريتش في الاترال ماسل فايبر كنتيجة لزيادة الاكسسوار فلويد فهاي سلطة الدايت او واحد غطسان لحد راسه. بيتا ريسبتورز قلناها، الصوديوم زاد في الاكسسوار فلويد نمرة 3، الحاجتين الغراب شوية يا اولاد، الانجيوتنسين 2 كنا قلنا بيطلع الاترانتيتيك بيبتايد والاندوثيلينز. طيب لو انا في بقى انزيم بيكسر الهرمون ده او البيبتايد ده اللي هو الاندوبيبتايديزيس نيوترال بيبتايديز، لو انا بوظت ده منعت تكسير الناتريتيك بيبتايدز، منعت تكسيرها بقى تزيد، ودي بالعكس بتقلل الضغط، يبقى ممكن استخدمها في علاج الناس اللي عندهم هايبرتنشن او هارت فيلير. انا عشان المحاضره عارف انها طويله ساعتين، فاضل لي حته قرابه نصف ساعه باذن الله يا اولاد، فنلتقي بعد نصف الساعة مع بارت 2 في هذه المحاضرة عشان دي أطول محاضرة، فضلنا حوالي نصف ساعة نوت مور، فنلتقي بعد نصف ساعة بإذن الله نستكمل فيها المحاضرة. وحتى ذلك الحين أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم وأرجو مساهمتكم مع الأطفال المصابين بمرض السرطان. شكراً.